إن واحد سألني قال يعني في البيت عندكم حنفية فيها نفط فعلا حكومة ممددة. اللي شدني إني أول ما دخلت المعرض كان في لوحة كبيرة في المدخل. الشيء الغريب إنه كان اللوحة ما لها علاقة في اليابان. اللوحة عبارة عن جمال راكبينها نساء لابسين عباية. أنا لو أبحث أنا ممكن أسوي الحساب كامل أطلع عيوب اليابان بالكامل. هذا السؤال أحد سألني أول الحين ثابت بمخي. قال لي سعد لما حققت حلمك الحين ما راح تحس بفراغ؟ جانا معاكم مع قبل كنت اقول افضل بودكاست بالمجره بس الحين صار من على طار المجرات الحين معانا مبعوث كوكب اليابان يعني اذا كنا نقدر نقول كذي معانا طبعا. ولا اقول لك شلون عرفنا عن نفسك ابو يسعد يعني حق الناس اللي يعني ما مو مهتمين بالثقافه اليابانيه بالكويت. انا سعد الهاجري مهتم بالثقافه اليابانيه من كنت صغير بس اهتميت فيها كثقافه اكثر مني اشاهد الشيء. كان عندي حلم اني اسافر اليابان وذاك الوقت كان جدا صعب انها دوله غريبه في يعني بدايه الالفينات وكذي. وتحقق الحلم ان 2007 رحت. طبعا 2007 كان موضوع صعب لانه ما كان في واتساب ما كان في جوجل ماب ما كان في الانترنت اللي احنا موجود عندنا السوشيال ميديا. فكانت الرحله جدا صعبه وكان الشعور بالفرحه فيها اكبر يعني لانه كان صعب يعني. لازم اقاطعك بالسالفه هذه يعني شنو اللي بلش الحلم بالبدايه يعني ليش يعني هل بفعل هل انت مثلا قمت من اليوم قلت انا اروح اليابان ولا هل كان ترتبات شغله يعني اعتقد انت مساعد بالرياكشن كاني ممكن صدت طرف الخيط بس ابي اطلع منك. انا اعتقد ان يعني من اليابان بالنسبه لي طبعا عرفت هذا الشيء بعد فتره طويله يعني انا ما قررت فجاه قعدت وقلت انا بحب اليابان بسافر اليابان. هو شيء تراكم يكون مع الشخصيه مع بدايه المراهقه الاولى شوي بديت احس ان في انجذاب للدوله هذه خاصه يمكن مع الانمي يعني ما ننكر الانمي ممتاز. يعني لما كنا نشوف الثقافه اليابانيه في الكابتن ماجد ونشوفها في ماروكو الامور هذه طريقه البيوت طريقه التصرفات هل هذا العالم فعلا واقعي موجود او هو مجرد شيء خيال مجرد انه هو انمي. فلما شفت البلد اللي تصنع هذه الاحداث وشفت الصور في المجلات اللي كنت احصل عليها من سواء من السفاره او الكتب اللي اشتريها لاحظت في تشابه من ناحيه البيوت من ناحيه الممرات. ايضا كان في برنامج جدا يعني معروف اللي هو برنامج الحصن. الله هذا برنامج الله يعني جدا قيم وهذا يمكن اول برنامج خلاني اشوف من احسن شخصيه عندك بالحصن يعني والله كلهم حلوه تاكيشي يعني تذكر انا من افضل واحد شفت لما يدشون المتاهه اللي يمسك اللاعب ايوه بشارة هذا كان مرعب لا يعني انا خاصه لما يطلع مسكين ويسحبه عرفت شلون بس كنا نعيش معاهم يعني. اي كانت اجواء حلوه عرفت شلون بس يعني انا لاحظت مقابلاتك في شغله ما كنت تطرق لها بإسهاب واعتقد الحين هذه فرصتنا يعني اللي هي طويل عمرك الانمي ايه. وخاصه ترى في وايد ناس يعني يتابعون الانمي بالكويت يعني الحين قبل كنا نحصر السالفه هذه حق فئه الصغار صح. بس الحين ما شاء الله تلقى ناس يعني اعتقد يمكن حتى وصلوا بال40 الحين يتابعون السالفه هذه. عطنا قصتك بالانمي شنو يعني ما بس اطلق المصطلح عشان لا يزعلون البابايات اي لا الانمي هذا شيء رئيسي بحياتنا يعني خاصه ان احنا عندنا كدول الخليج والكويت يعني كانت مؤسسه انتاج البرامج المشترك كانت فعاله بذاك الوقت فكانت عمليه الدبلجه عندنا من الكميه الكبيره اللي توصل لنا من الانمي الياباني كان في ثقافه يابانيه بس كانت توصلنا من غير لا نشعر احنا يعني كنا نحس في ان احنا قاعد ناخذ يعني افكار عن عادات وتقاليد يابانيه من غير لا نشعر يعني من ناحيه مثلا الاكل الطعام السوشي والاغاني يعني مثلا من احد الاهم الاغاني اللي يمكن كنا نسمعها واحنا صغار مثلا كان في جونجر كان في اغنيه يابانيه تطلع اللي هي دوكو ذاكي انا كوكو كابيتي كانت هذه الاغنيه اول اغنيه كنا حافظينها واحنا صغار معنى كانت لغه يابانيه شنو معناها انا عندي يعني هي المعنى انه يعني لما تترجمها يعني بمعنى صح انه هي يعني محتاجين شخص يعني ينقذ فتقدر تتصل فيه بالفضاء برفع ايدك لانه هو كان كانتارو يعني ينادي جونجر فياتي يعني من المكان اخر للحمايه. فهذا الشيء نشا عندنا ان اللغه اليابانيه صارت مألوفه خاصه في تسوزوك لما تنتهي الحلقه دائما في كلمه يابانيه في اتعبت اجيال هالكلمه ما كنا نفهم شنو الفكره بس اول ما نشوفها ندري انها كلمه يتبع الحلقه الثانيه فهذه الاشياء ترى تتغرز يعني شنو ترجمتها هل عندك خلفيه يتبع يعني فهي تنغرس داخل انت عقلك الباطن وانت وخاصه انت طفل يعني هذه مهمه يعني فتره عمريه مهمه في غرس المفاهيم فانغرست فينا هذه الاشياء احنا ما ندرناها من اليابان
فصارت عندنا اللغه اليابانيه شوي لما نسمعها تذكرنا باوقات جميله، المشاهد اللي نشوفها، شوارع اليابان تذكرنا في هذه الحقبه اللي عشنا فيها اللي كانت حلوه. هذا يمكن عزز فيني ان انا احب اليابان اكثر، ويمكن هذا اللي يخلي كثار من الناس اللي يروحون اليابان خاصه نقدر نقول جيل الطيبين يحسون بالالفه. توني قاعد اقول لك بس ان المشكله يعني خاصه موضوع الانمي، يعني انت قاعد تكلمت عن الناحيه الايجابيه حيل جنجر جريندايزر هذول، بس في شغلة للأسف يعني الناس اللي مو متعمقة بالثقافة هذه، لأن للأسف نفس الصناعة هذه لها جانب سيء، يعني في حتى في شغلات ما نقدر نتكلم عنها، ولكن أنا خلت أتكلم لك عن العنف. يعني مثلا في أنمي اسمه بزيرك كم مرة عليك يا رجل، تخيل يعني أنا يعني حتى تشوف حتى ناصر عت العزم قاعد يميدني بالهذا يا رجل، كمية العنف اللي فيه وهذا الدموية اللي موجودة يا رجل، دموية يعتبر يعني يعتبر وصف غير دقيق، هذا ألعم من الدموية صح. وغير كذي في أفكار وايد سوداوية بالموضوع هذا. فالحين إذا أنا الحين أنا أب، شلون اتاكد مثلا من الانمي هذا ان هذا يصح للاطفال او ما يصح للاطفال؟ نفس اللي اشوف الانمي الحين صار فيه نفس ما ذكرت حضرتك، فيه صار فيه نوع من الثقافه عندنا احنا كمجتمع. يعني قبل ما كنا نعرف شنو انمي، يعني ناخذ اي انمي ممكن يعني نشوفه باباي. أي باباي. لكن هو ترى حاله حال الافلام العالميه، في رعب، في تصنيفات، في رعب، في رومانسي، في كوميدي، في خيالي، في خيال علمي، في ايش اكثر شيء. فالانمي لازم احنا نشوف شنو تصنيفه. ايضا في اليابان ايضا عندهم تصنيفات، في الميكا اللي هو الالات، في عندهم الشوجو البنات مثلا، في عندهم اكثر من يعني تصنيفات. فانا لازم اقرا افضل انمي ميكا مر عليك. شوف انا جونجر يعني له مكانه خاصه في قلبي، بس ما اصنف لانه هو ما يعتبر اله، لكن اعتقد انه يمكن الحديد الحي. الحديد المعدن الحي. فاعتقد ان جريندايزر خماسي لهم يعني طابع جميل. يا رجل يا رجل جريندايزر لو تدقق بس بالقصه شلون معقده، بس احنا كنا يعني يا هال مستانسين على هذا، مخلوقات فضائيه تتهاوش مع بعض، عرفت شلون؟ والصراع بكوكب الارض. ايه بكوكب محايد. لا لا جايك انت جايك على السالفه، يعني مجره ثانيه الصراع يصير فيها صح. المهزوم ياخذ تكنولوجيا، ياخذ تكنولوجيا اهله اللي اعداء بنوا الاله هذه وياخذها وينحاش يروح كوكب الارض ويتهاوشون فيها. واحنا الله فعلا. بس ترى في رساله يعني معينه، ان ترى حتى في مسلسل مثلا سانشيرو مساله جومارو احنا ما فهمناها، يعني لان طبعا الدبلجه قطعت بنصبع بسبب الحرب الاهليه اللبنانيه. نعم. فما ما استكمل المسلسل. يعني ما خلص. لا ما خلص، التكمله موجوده حاليا. لكن شنو الهدف من ان جومارو كمبيوتر، وان ترى في رساله ان في النهايه راح يبين ان هم الاشخاص اللي كانوا يحاربون سانشيرو انهم يحاولون ياخذون هذه التقنيه تكنولوجيا في تصنيع اسلحه وروبوتات ضد الانسان في الحروب تستخدم. فالرساله اللي توصل ان التكنولوجيا لازم ما تستخدم في الحرب. هذا في اكثر في المسلسلات اليابانيه اكثر يعني تكون فيها رسائل. ايضا بعد استطرد من الموضوع في مثلا مسلسل جميل اسمه الزهره الجميله سوسن، يمكن هذا جدا قديم مو جيلنا لكن نتابعه. ليدي ليدي انا هذا اللي نفس النظام جميل. ايضا انا راح امشي لك يعني اذا تسمح لي راح انا بيك تسترسل بالسالفه هذه. فمثلا الزهره الجميله اللي هي مثلا تكون سوسن، تكون هي من تكتشف انها من كوكب اخر لها، يعني مثلا انه يكون في لها عرق من كوكب اخر، ولكنها نصفها تكون من البشر، هي أحفاد يعني أشخاص من مجرة أخرى، ويلجؤون لها علشان تلقى زهرة بسبعة ألوان عشان تنقذ الكوكب. المسلسل كله يدور في جميع حلقاته إن هي تسافر من بلد إلى آخر في رحلة البحث عن الزهرة بسبعة ألوان. أوكي. في النهاية بعد ما تخلص المسلسل وتشوفها تدور حول العالم، تروح مصر وفرنسا وتصنع أصدقاء وتمر على دول العالم كلها، في آخر حلقة أين تجد الزهرة؟ وين؟ تلقاها في حديقة بيتهم. تفضل. يعني تخيل. الرسالة اللي يوصلونها إن أحياناً تبحث عن أشياء وهي تكون أساساً موجودة. ممتاز. عندك. هذه أيضاً في نفس مثلاً مسلسل سالي، يعني هو طبعاً. علوم ناس بجت بالحلقة الأخيرة. شنو الهدف من الأنمي سالي؟ شنو الهدف؟ التجريح والمآسي. لا لا يعطيك أمل بكل إذا كل ما تصير لك مصايب بالدنيا ممكن يصير في أمل آخر. صحيح. لكن الرسالة اللي أنا قريتها من عن طريق يعني اليابانيين إن هم يتكلمون حتى في أغنية اليابانية راح تكون يعني مختلفة هنا العربية، إن الإنسان يظل على أصله مهما تغيرت ظروفه. فظلت سالي ادبها واخلاقها وايد مع ان الظروف اللي عندها وايد نظره وايد نظره ورديه لعالم قاسي حيل، يعني لكن نقول ليش ما ترد وليش ما تسوي كذا، لكن هي كان في رساله. ايضا في اكثر من انمي في رساله، فاحنا لما توصلنا هذه الرساله نفس خماسي مثلا
الخماس ان الاتحاد فيه قوه انه خمسه اجزاء لما يكون في شخص واحد ذهنيا حتى حتى ذهنيا لو تلاحظ انه بالروبوت يعني لازم يكونون كلهم صافين ذهنيا صح اذا في شخص ذهنيا مو صافي ذهنه ما يقدر يتحدى اشوف البابايات هذه يعني الشيء الوحيد الاثر الايجابي كان اللي حببتني بالالات الكهربائيه وبعدين ودزتني بالاتجاه ان اصير مهندس يعني هذه السالفه مو تصدقتها كابتن ماجد صحيح. يقول لك بسبب هالباباي يعني ايش كثر اللي جاءوا لل وصلت اليابان كاس العالم طبعا يقول لك طبعا اكيد واحد من الاسباب هذا يعني في اعدادات وهذا ولكن زرع الفكره حق شو اسمه حق الجيل الجديد وهذا يغرسها لك وانت طفل وهذه اهم مرحله احسنت يعني. شوف شلون طلعت يعني ما شاء الله انت تتكلم صرت مهندس مثلا من شيء معين الناس صاروا لاعبين مشهورين من انمي معين في ايضا يعني انميات لعبت دور كبير في دخولهم في التكنولوجيا الكمبيوتر الامور هذه بس ساعتها هذا يعني الجانب الايجابي في شغلات سلبيه وايد يعني انت نفس ما انت عارف يعني الشغلات اللي ما نقدر نقولها تأثر صحيح. تأثر على وايد نشوف أنا الحين هل الحين كمجتمع إحنا طبعًا باليابان هذا يعتبر نوع من أنواع الفنون اليابانية فتلقاه ينعكس على ثقافتهم وعلى طريقة تفكيرهم والسوالف هذه بس أنا كمجتمع مني هل أجازف إن أسمح لأفكار السيئة إن تدخل عن طريق السوالف هذه خاصة حق نش ونفس ما تكلمنا إن تأثر حيل هل نسمح بالسالفة هذه ولا نخليها بطريقة رسمية أكثر. لا شوفوا هم حتى باليابان يعني هم لما يسوونها أكيد هم يخافون على أبنائهم يعني هم أكيد يعني عندهم منظومة حماية فهم عارفين ليش الأبناء ما يتغيرون أو ليش عندهم مثلاً مبنى الأبناء مثلاً اليابان من أفضل الدول اللي تهتم في الأطفال لأنهم يشوفونهم كاستثمار أنا كأن استثمار بالبنك أنا لما أعزز صح وأبني صح وطوره صح راح يصير بالنهاية هذا المجتمع هو نفس القائد اللي راح يمسك هو نفس الرئيس هو نفس المدير فإذا أنا مؤسسه صح هو أنا راح أستفيد بالنهاية. فهذا يشوفونه كاستثمار فأكيد هم بالأساس خايفين على هذا الموضوع أكثر من عندنا لأن إحنا ما نصنع هم اللي يصنعون فعلا. لكن أيضا الالتزام اللي المفروض يكون عندنا لما أنا أشوف في فيلم مثلا أجنبي أسحب شوي المايكرات إيه أي إذا كان في فيلم مثلا أجنبي عندي فيلم رعب مصنف ما يصير أنا أخذه وحطه بالبيت في متناول الأطفال أو فيلم مثلا قد يكون رومانسي مثلا ما يصير أنا أخليه متوفر لازم هني تبدأ الرقابة الذاتية اللي عندي أنا فأنا أشوف أن هذه الأمور إن إذا كانت خطأ وقعت في يد طفل ما يكون من المصنع فقط الخطأ لأنه هو ما صنع لهذا الفئة لكن أنت كحماية هل أنت وفرت لهذا الشيء وبعيد عن الأنمي أيضا يندرج تحت هذا الشيء الكتب المنشورات فعلاً. الأطعمة حتى مو أكل طعام يأكل الطفل فهذا مو معناته أنه ما صنعه معناته مع احترام يعني فممكن أنه يكون الرقابة الأبوية الموجودة عنده يعتقد أنه هي الحاجز أو الحماية اللي نحن نقدر نصنع أنا قاعد أجيبني بكلامك أنك أنت تبي تفعل دور الرقابة أنا مو شر أنا ما كأبو ما يصير اعتمد مثلا على المجتمع أنه يتحكم معاي بس الشغلات اللي ممكن يشوفها وهذا أنا كمفترض كأب او حتى كفرد لا والله ان في اذا في شغلات مثلا افكار سيئه اعتقد او صح. شغلات عنيفه يعني يا رجل انا كم اتذكر انه بزرك شفته بعمري 15 اقول لا كان قلط حيل يعني. بشكل خاص الحلقه الاخيره صح. اذا كنت شايف الايام الاشرطه ولا شل العنف هذا يا رجل ايه ف يعني لا صدق فيها السوالف هذه لا لازم نسوي لها فلتريشن نسوي لها مراقبه نسوي لها شيء خاصه يعني الحين احنا بزمن اللهم كافي الحين الواحد تلفونه معه يعني أيوة. مليون الف شغله فعلا. هم في رقابة أيضا على الطفل نفسه أو المراهق لازم يكون في رقابة توعوية أساسا لازم أنا وعيه خلي عنده هو أساسا رقابة ذاتية مو بس أنا أكون مراقب خلفه يعني لازم أنا أعزز هذا الشيء التوب 10 أنمي لازم هذا طبعا مع الكلاسيك لازم أنا لا أنا أنا شوي يعني ما أدري أميل للأنمي القديم يعني أنا عشان تقول أنا فيك أنا فيك أميك كله أشوف إنه في إحساس أكثر أحس إنه رسومات يدوية أكثر التعبير يلا كثار يعني ما في شيء اقدر اصنفه يعني عندي مثلا جونجر عندي سانشيرو عندي يعني وادي الامان طبعا يعني هذا شيء اساسي في الكابتن ماجد الهداف اشعر انه في قصه اكثر من الكابتن ماجد يعني الكابتن ماجد يكون مركز على الكره اكثر على شوت ثلاث حلقات اما الهداف كان يركز على العلاقات اكثر البشريه الموجوده في يعني مسلسلات يعني بصراحه خاصه كمامارو بعد يعني كان له طابع خاص يعني شوف انا كمامارو سانشيرو زرعوا فيني الفنون القتاليه خاصه سانشيرو الجودو وكذا مارو النينجستو عرفت شلون يعني امانه لا كانت شغله حلوه بالنسبه حق وادي الامان حتى لاحظت باكونتك انه وايد متاثر بالموضوع هذا شنو الشغله اللي جذبتك فيه انا اعتقد نفس ما قلت ان الحقبه اللي ظهر فيها وادي الامان لنا كجيل يعني اعتقد انه كان كانه هديه لنا لانه كان شويه الانمي شوي كان يعني المستوى يعني مختلف نوعا ما او سيركات الدبلجه تغيرت فكان الانمي قصه عظيمه يعني والاحداث الرسومات الموسيقى
يصنع عندك إن شعور في أنه هو نافذة لعالم ثاني هادي. حتى شخصية هادي يعني الكل أعتقد حبها وفكر أنه يكون صديق هادي، وكلنا تخيلنا أن نعيش في وادي الأمان وأنه في منزل وادي الأمان وأم أمان وطبعها الهادي في تعامل بعض الأمور. فكان القصة ككل فيها نوع من الهروب من الواقع اللي كنا نعيشه، خاصة فترة كانت اختبارات وامتحانات وكذا، فكان في نوع من الهروب والموسيقى الهادية والأطعمة اللي ارتبطت فيه. ساعد المسلسل كأنك مريض انفصام شخصية، فرس نهار يتكلم معه. شوف وايد غريب ترى لو تفكر فيها، يعني بشر وحيوانات، يعني الثيم مو ثابت ومع ذلك يعطيك احساس بالهدوء. يعني عرفت، مع ان في احد الحلقات هم يقولون احنا مو فرس نهر يعني شخصية خيالية يعني. لكن هو ماخوذ يعني من رواية عالمية، لكن ان اليابانيين شطار جدا في انه ياخذون روايات ويحولونها الى انمي فيوصل لنا. يعني اغلب الروايات مثلا عندك عدنان ولينا، مثلا عدنان ولينا هي رواية امريكية اسمها المد الهائل. نعم، كم واحد قرأ المد الهائل؟ ما نعرف. لو ما سواه وسوى الميازاكي مثلا واليابان سواه عدنان ولينا ما حد يعرف الرواية. مثلا الوادي الامام مومن مثلا، لما الستاف اللي ترجم وادي الامان وينه يا رجل؟ يعني كان لبنان، كان لبنان كان دبلجه جيده. ايضا هذه دخلنا في مساله الدبلجه، احنا عندنا مشكله ايضا في الدبلجه اذا تطرق لها. يعني احنا عندنا الدبلجه كانت في القديم كان دبلجتنا جدا عاليه، يعني كان عندنا مؤسسه انتاج البرامج المشترك الخليج كانت تدبلج مسلسلات يابانيه، وكان عندنا الاردن وكان عندنا لبنان وكان في مصر موجوده. ليش ما تدفع ان يصير الموضوع لريفايف حتى لو مو عن طريق قطاع حكومي؟ يعني انا ما احب استعمل هالكلمه، ولكن ما شاء الله قاعد اشوف فيك شغف بالموضوع بشكل امانه ما يوصف. يعني ليش ما تدفع حق الموضوع هذا؟ انا حاولت، يعني سوينا مبادرات انه مثلا نحاول او شيء، يعني سويت مبادرات مثلا جلب الانمي مثل السينما الخليجيه، والحمد لله يعني نجحنا انه صار الانمي موجود. ايضا من ناحيه الدبلجه تحتاج الى مثلا مؤسسه تدرج البرامج المشترك. شخصيا انا لما بحثت عن الموضوع وزرتهم ولماذا توقفت الدبلجه، شو كان الجواب؟ إن مؤسسة إنتاج البرامج المشترك الهدف الأساسي مالها هي إن مو دبلجة، هي صنع شيء مشترك بين دول الخليج. فقالوا ليش إحنا ما نصنع مسلسلات كرتونية؟ فبدأوا في زعتور كترجمة، إذا تذكر زعتور كان هذا كان تجربة، بعدين حطوا ودمتم مسالمين. كان الإنتاج هذا كان إنتاج خليجي، فهم كانوا عندهم فكرة قد يعني تكون جيدة إن إحنا نصنع الأنمي، ليش إحنا نجربه؟ لكنه ما كان بنجاح الدبلجة. عاد والله كاني الحين شفت انمي بنتفليكس الصناعة الخليجية اعتقد او السعودي اذا ماني غلطان. اي كان مشترك مع طبعا مو من غير بدون شو اسمه مسامير، مو اتكلم عن مسامير لا كان هو يعني كان تعاون ياباني. ايضا في الدبلجات مثلا الدبلجة اللبنانية مثلا، نعم، ليش توقفت الدبلجة اللبنانية؟ لكان ذاك الوقت اتجهت الى كان طلعت المسلسلات المدبلجة المكسيكية ففقدنا هذا الشيء. والأردن كان في الفقدان، كان الله ينتقم من ذيك الأيام. يا رجل ما تتصور مدى كراهيتي للمسلسلات المكسيكية. 500 حلقة حتى الحين لما تسمعهم راح تشوف أصوات كنت هم فعلا كابامارو وخماسي أخماسي راح تسمع كلهم الأصوات اللي أنت تعرفها اتجهوا في هذا المجال. كان فرصة عندهم كعمل يعني، أدري بس للأسف يعني أنت فقدنا يعني وأشون إحنا فقدنا هذا أنت فقدت وأنا حقدت النشور يعني على الموضوع وصار فقدان مع حقد واندمجت على طار الانمي الخليجي. مثال يعني الحين عندنا سيوده وجه لها تحيه، ترى تقريبا يعني تحس نفس الروح. ثقافتك موجوده برسم، اي نعم يمكن مستوى الرسم وما نقول نفس بس ترى حلو، عرفت شلون؟ وعندك مثلا مسامير يعني من الانميات الصراحه ما شاء الله عالمي. اي وصلوا ممتاز، والافكار اللي وصلونها. احنا مع ان احنا نطور نفسنا، بالعكس نصنع شنو يمنع انه ما نسوي؟ ما يمنع، لكن هذا ما يعني ان استغناء عن شيء اخر. اي يعني أوكي. ما يمنع ان احنا نعيد دبلجه مثلا مسلسلات يابانيه وايضا نصنع، ليش لازم نكون احنا في جهه او تيار واحد يعني؟ بالعكس ناخذ الاثنين دائما. ما فكره احنا يمكن البديل عندنا في الوطن العربي مهمه جدا، اني يعني انا لما اخذ شيء لازم يكون مكان شيء حتى يعني بشكل عام. انا اقول لك ليش؟ لان احنا بالنهايه شعوب منتج، شعوب مستهلكه مو منتجه. يعني انت قلت مساعد شغله ان انت لما تدش، لا اذكر اول شيء سمعته امس ان اذا دخلت مكان او دخلت بيتكم تشوف وايد منتجات يابانيه. زين يا اخي ليش انا اتكالي على هذا؟ ليش صحيح. حتى اوصل مرحله ثقافتي اخذها من مكان صحيح. اوكي نعم فيها شغلات حلوه وثقافات حلوه، بس انا ليش ما هم يشوفون شخصياتي؟ ليش ما هم ياخذون عاداتي؟ عرفت شلون؟
اعتقد بس على طاري قلت كلمه لازم نرجع لها، سالفه الانمي بالسينما. في المخرج العالمي اللي سوى الرسام اللي سوى عدنان ولينا اللي عنده ميزاكي، ايوه ايوه الافلام هذه الافلام هذه وايد حلوه، وايد رسالتها حلوه، ليش ما نشوفها اكثر عندنا بالسينما؟ يعني انا انت سويت المبادره، ليش ما يخصصون السينمات عندنا مثل اليوم بال؟ والله احنا اقترحنا قبل، يعني كان طبعا يعني البدايه كانوا الاجتماع، اول اجتماع سويناه يعني كان 2016 يمكن مع السينمات، ان انا بادرت ان ابين لهم ان في يعني جيش كامل في الوطن العربي والخليج مهتمين في هذا الفن، فليش ما احنا اوكي بس ما قال يعني كان مهتمين في هذا الموضوع، يعني كان عندهم تجارب ان يعني حطوا افلام تركيه مثلا، وحطوا افلام من الفلبين، وحطوا افلام مثلا، كان تجارب جيده يعني، وايضا افلام هنديه، فليش ما احنا ما نجرب نحط انمي ياباني؟ امانه كانوا هم التجربه الاولى اختاروها كان فيلم دراغون بول، واتصلوا علي بعدها وقالوا لي ما كان في حضور للاسف، ايه فاحنا يعني وتر عاد ايه، فقالوا ان التجربه سيئه وما راح نكررها، فلكن انا وصلت لهم فكره، سويت استبيان ايضا ان انتم عرضتوا دراغون بول باللغه الانجليزيه، والمحب المحب الانمي طبعا محب الانمي لازم يسمع الصوت الياباني يعني اذا ما كان عربي يعني، لان انا اشوف ان المدبلجين الاجانب مو جيدين في دبلجه الانمي من ناحيه المشاعر والاحاسيس، يعني لما طالع جرينديزر مثلا باللغه العربيه وشوفه مثلا باللغه الانجليزيه راح تشوف لا فرق, كارثة فرق 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 ايه كارثه، فما حبوا هذا الشيء، فسووا تجربه ثانيه سينما ونزلوا كان فيلم كونان كان الصوت ياباني، صار اكتساح يعني السينما قالت لي ما في فل الله اكبر، وبعدها الحمد لله صاروا خلاص الفكره مشوا انه يعني يجلبون انميات من اليابان، وما شاء الله يعني قبل اسبوعين كان في انمي، اسبوع اللي فات كان في كونان، الحين نزل انمي كونان الثاني، وكله يعني افلام جديده. بالنسبه للموضوع اللي انت قلته ليش ميازاكي الافلام مالته ما تكون، هو اساسا موقل يعني بين فتره وفتره يطلع فيلم، اغلب الافلام قديمه نعم، فما يصير نعرض افلام قديمه، لكن الافلام الجديده اللي قاعد تصدر من عند من استديو جيبلي حاليا قاعد تعرض في يعني في صار فيها اهتمام اي صار فيها اهتمام وعندهم حضور يعني فيك شده بعد نشد موضوع الانمي اكثر لانه إيه إيه ممتاز ممتاز ثقافه الاوتوكي انه يعني يصير شخص يصير هذا مو بس كهوايه مو بس كاهتمام، لا والله انا هذه يحددني هذا اللي يحدد شخصيتي. ايش رايك بالموضوع هذا؟ انا بالي كلام فبس اسمع من المختص. شوف يعني الاوتاكو احيانا يكونون مو بس الانمي، احيانا يكون حتى في منهم جزء يحبون الفيديو جيمز، وهذا انا مع كل انسان يجد نفسه في جانب معين ما عندي اي مشكله انه يزيد هذا الجانب وانه يتعمق فيه، بشرط انه دائما انا اقول نفس ما قلت في البدايه ما يكون شيء ياخذ مكان شيء. نعم. ما يطغى على الاساسيات الموجوده عنده، يعني ممكن انا احب مثلا اني اسافر اليابان، ممكن اني يعني احب اليابان بس ما يطغى على مساله مثلا المعيشه اللي عندي، العمل، الامور العائليه، ما يصير ان اخلي شيء يطغى على شيء. فالاوتاكو اذا يحب الانمي شيء جميل، يعني وجد هوايته، انا دائما مع الشخص اللي عنده هوايه، لان الشخص اللي ما عنده هوايه انا اؤمن انه هو مساله الانجراف للفراغ والتجارب السيئه، اذا ما كان عندك هوايه عميقه جدا هالكلمه، فلايما تلاحظ الرياضيين مثلا او اللي عندهم هوايات الرسم، القراءه، المسابقات، حتى الانمي، الفيديو جيمز، اقل الناس يعني عندهم مشاكل مثلا سيئه لانه يكون عنده هوايه قاعد يطور فيها ويحسن من نفسه. بس شنو مشكلتي بالموضوع؟ في مره روايه تاريخيه قريتها ان واحد دخل على خليفه وكان عنده 100 ابره مو ابره يعني مسمار، حذفهم وركبوا كلهم ورا فوق بعض، كان لما خلص قال ايش رايك يا امير المؤمنين؟ قال له ممتاز، عطوه 100 درهم وهو طلع، قال لا تعال طقه 100 جلده. قال ليش؟ قال ضيعت وقتك ما لا فائده فيه. عرفت شو انا شنو مشكلتي بثقافه الاوتوكي؟ لما تقعد شخص مثلا انت تستهلك شبابك وتستهلك صحتك وتستهلك مادياتك يعني بشغله نفس ما قلت، انت قلت كلمه وايد حلوه انه ما تلغي شغله ثانيه، ما تلغي علاقات اجتماعيه، ما تلغي مثلا رياضتك، لان انت فتره شباب دراستك يعني تشوف نماذج. طبعا احنا ما دخلنا على الكوسبلاي بعد مره واحده يعني هو مو انتقاد بس انه يا اخي طبعا غير الشغلات اللي قاعد تصير بالكوسبلاي بالابتذال والهذا، مع انه في شغلات حلوه يعني انا شفت اول واحد
مسوي هدوم بزيك الصراحه تشققت. لا ممكن يكون هذا كان يعني انا دائما اقول لك حتى الكوسبلاي يعتبر هوايه اذا كان هو يعني متقن في هذا الفن ما يصير انجراف. بس انا هذا ما يكون في انجراف لاي شيء ايا كان. حتى لو ناخذ شيء جيد خلينا نضرب مثال مثلا بشيء جيد الدراسه مثلا. اذا شخص خلى الدراسه كل حياته كل يومه وقطع علاقاته العائليه والاجتماعيه وقطع عن دوامه واي شيء وكان مجرد يعني ما هذا ايضا يعني شيء سيء. ايضا في يعني مثلا حادثه حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد شخص يعني معتكف في المسجد وهي عباده اهم شيء العباده. لا فلما قال شافه مره مرتين ثلاثه قال من يصرف عليه؟ قال اخي. قال اخيك اخير منك. فاذا هو يعني يفيدك لانه يعمل. فانت سواء دخلت اوتاكو او انمي او فيديو جيمز او ايا كان او رياضه خلها جانب معين. ايضا الهوايه لها ميزه معينه تطورك تحسنك لكن لا تنسى الاساسيات. طبعا هذه نوجهها حق اللي قاعدون يلعبون بلاي ستيشن لمده يومين ورا بعض على ابو النيشنو ياخذ اتشيفمنت. هذا ممكن يكون ضرر حتى جسديا على العين على النفس الطعام الحركه. لازم الجسم يتحرك اي شيء يزيد عن حده انقلب ضده انقلب ضده. هل يعني صدق هم ما ودي اختم بس لانه لا في عندك وايد عندك وايد شغلات يعني هي رحلاتك وهذا. الحين نبي نبلش برحلات سعد الحين خلاص الحين درينا ان الشغف طلع من سالفه ان الانكشاف على الثقافة اليابانية عن طريق الانمي وروحاتك للسفارة. كل رحلة اول سفرة اول رحلة كانت صعبة طبعا لان كانت يعني مو واقع كان في نوع ما معارضة يعني عائلية ان دولة بعيدة وكذا شو موديك اليابان؟ ليش رايح اليابان؟ في يعني صور نمطية يعني مختلفة غالية وان خطرة ممكن ما تعرف احد وان ما في اللغة ما تقدر فحتى كانت السفريات كانت صعبة جدا يعني اللغة صدق اللغة صدق ما توقعت أنا كذي والله يعني كانت صعبة من ناحية خاصة إنه ما كان موضوع سهل نفس الحين يعني التكنولوجيا موجودة في جوجل ماب يعني نزلني أي مكان جوجل يردني الفندق اللي أنا ساكن فيه. لا قبل كنت أذكر الرحلة الأولى كنا نستخدم الخرائط يعني تفتح الخريطة يعني ونسأل مثلا راعي محل دش أو كافيه يقول لك أنت هني وإحنا هني فنمشي على الخريطة ونعبر النهر ونمشي لازم اللفة الثانية فأنت نفسك أنت تصير المؤشر. لا 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 لا, لا عطنا عطنا ايه؟ عطنا الرحلة من البداية إلى ايه؟ إلى إلى ما خلصت رجعت في البداية يعني كان يعني موضوع صعب الأمانة لأن كان هدفي إني أسافر في وقت الساكورة وكان موضوع الساكورة صعب للتنبؤ فيه لأن يعني هي دائما نفس ما أقول أنا لما أحد يسألك يقول لك إنه وير في الكويت متى ما تقدر تحدد يوم معين فعلا. لكن الموسم ماله تقريبا كذي فهو كان نهاية شهر ثلاثة وبداية شهر أربعة وتعبنا في ناحية السفريات يعني لقينا سفريات. أنا ذكر إني طرت من الكويت لدبي من دبي إلى أوساكا من أوساكا طيران داخلي إلى طوكيو. أوكي. فكان ما كان في طوكيو وهذا يعني كله كان بروحك ولا كان معك؟ لا كان معي صديق ثاني فكنا إحنا رايحين اليابان وكان الشيء هذا يعني تجربة كانت أمانة حلوة يعني إني أنا وجدت نفسي داخل الصورة اللي أنا كنت أتخيلها. الله يعني أنا كان الله. عندي تخوف إني أنا أحارب عشان هذا الشيء ويعني وأجمع وأروح وبالنهاية أصدم إني أنزل أقول لا مجرد كذبة أو زاوية معينة في اليابان. في 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 صدمة نفسية كانت تحوش اليابانيين لما يروح باريس حق السالفة هذه. كان كل يحطون بالهم إن باريس صورة جميلة وهذا بس لما يروح يكتشف إنها مدينة زبالة حاشاك الله. صح حتى إحنا كعرب يعني لما رحنا باريس يعني ما كانت الصورة. إيه مو الرومانسية. ما سمعنا الموسيقى اللي. أيوة واحد يغني فرنسي ما. بس هذه من أحد أهداف حياتي إن أشوف ساكورا. شوف اليابان على الأغلب أنا ما أقول دائما لكن الأغلب اللي يعرفهم وسافروا دائما كان عندهم إجابة واحدة اليابان أفضل من اللي إحنا تخيلنا. لأن اليابان معجزتها أنا ما أشوفها بالأبراج والناطحات السحاب والأمور هذه لأن دائما نقدر نقول أي يعني إحنا نقدر نبني أعلى برج في العالم فعلا. لكن معجزة اليابان في الممرات الصغيرة في المتاجر القديمة في النظام الموجود في النظافة في الحدائق في الملاهي بجانب البيوت. هذه الأمور الحياتية هذه اللي تصنع المعجزة اليابانية لما تمشي هناك. أنا لما رحت أول مرة توقعت أن ممكن أحصل زاوية واحدة هذا اليابان اللي تخيلها والباقي كله يعني لا. أوكي. طلعت اليابان هذا اللي يصورون لا 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 طلعت ككل في بالعكس الأماكن والقرى الخارجية فيها شعور جمالي اكثر. شنو سويت باول سفره؟ شنو الشغلات اللي سويت؟ شنو رحت؟ هل كان في خطه ولا بس والله كان يعني اكثر يعني كان شيء يعني اني امر الاماكن السياحيه يعني برج طوكيو كنت ديزني لاند وامر الحدائق اللي فيها ساكورا والقلاع الموجوده يعني أوكي. حاولت يعني كثر ما اقدر في ذاك الوقت المعلومات الموجوده عندي وفي اشياء طبعا ظهرت بعدين باليابان يعني ما كانت موجوده لكن المعالم السياحيه بذاك الوقت يعني حاولت اني شرت حديقه البامبو اللي الصراحه انا اي كيوتو ولا كان طوكيو لا طوكيو رحت شنجوكو انا كلمنا عن المعالم حق واحد يبي يروح منك
عرفت شغلات اذا كان في تركات ولا هذه برحلات ثانيه تبي نطلع لا فيها. ما عندي مشكله بس نقدر نعطي الاساسيات اذا كان اول مره يروح أول اليابان مرة. اول مره بيروح اليابان لازم يحط بباله ان طوكيو هي يعني تقريبا اكبر مدينه في العالم يعني اكبر من نيويورك اكبر من لندن فلا يحط بباله لازم اطلع من خلينا نحددها الاغلاط اللي سويتها باول سفره وما تبي الناس يطيحون فيها اعتقد ان الاخطاء اللي صارت اول سفره مستحيل تصير لان يعني ممكن اقول اخطاء مثلا قراءه خريطه بس الحين ما اي لا ما اي يعني الحين تغير الوضع لكن ممكن اني خذيت مبلغ كبير كاش يعني بوقتها اللي كنت متخوف من السحب هناك الحين لا يعني لا تاخذ معك مبلغ كبير ممكن يكون مبلغ بسيط تمشي فيه نفسك لان هناك يعني الفيزا ممكن تشتغل بكل مكان والكينت ممكن تسحب منه يعني البطاقه كريدت كارد كان من اي 7-11 من اي فاميلي مارت يعني 27 يعني 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع جمعيتهم الجمعيه الموجوده هذه فممكن تسحبوا اساسا يعني هم عندهم الكينت هذا شغال يعني يعني الموضوع ما يحاطهم فيه ما يحاج يمكن هذا الخطا اللي صار ايضا يمكن كانت المره الاولى ما اعتمدت اني اخذ واطلب انترنت قبل اوصل اليابان لان ما كان في انترنت فكان اي فكانت تلفوناتنا ما تشتغل في اليابان فكان صعب لازم استخدم كنت التلفون الاخضر اللي بنص الشارع وكنا نحط فيه فلوس وكانت التكلفه غاليه فكنت حتى لما اتصل على البيت يعني اسلم اول ما اتكلم الو سام خلص شوي لازم يعني تقريبا كانت الدقيقه تقريبا دينار وشي يعني الله اكبر فكان على طول مصرف يعني المكالمه الحين لا صار يعني بالواتساب تقدر تتكلم كذا فانا انصح اهم شيء اول شيء انه اذا بيحجز فندق هذا اهم نصيحه لازم تحجز بجانب محطة قطار لأن القطار هو العصب الرئيسي في اليابان لا تأخذ تكاسي تكاسي جدا غالية تكاسي في اليابان يفهمونها بفكرة تقدر أبسطها يقول هي يعني وسيلة نقل خاصة لك وشيء يعني VIP لك إنه ما تبي تصعد مع الناس ويخرع بالتاكسي تي ليش أنا مرة ركب تاكسي من هناك واحد حرفيا عمره 1.5 مليون وايد شياب يسوقون تكاسي من هناك والصراحة شيء يخرع بس ما شاء الله بصحتهم وهذا هذا ندش له موضوع ثاني او ترى بخصوص السفره ممكن يدش على حساب سعد الهاجري ويعطي كل التركات اللي بحاول يعني قدر المستطاع اني اطرح يعني اهم لا ترى جد ما شاء الله ما شاء الله لا اله الله يعني باليومين اللي طاف انا قاعد احاول يعني قاعد طالع بالحساب حتى طريقتك قامت تصير يابانيه يعني امانه روح خبرين اتحول عادي ليش لا ليش لا ليش لا بس لو يعني قاعد تشوف المعلومات هذه هل انت هذه باي ديزاين ولا بس خبرات تراكميه يعني هل انت استقصدت مثلا انه شيء حق القطار شيء حق يعني حتى قاعد اشوف ما شاء الله لا قاعد يصير وثائقي للحساب لا شو انا يمكن كشخصيتي حتى لما كنت صغير كنت احب موسوعات علميه ممتاز. احب اقرا يعني ممتاز. يعني كان يعني ما شاء الله ربعي كانوا يعني الفلوس مالهم يجمعون يشترون شراقيات وكذي انا كنت اجمع عشان اشتري هذا الكتاب يعني كان يعني شايفه بالمكتبه وكذا فاحب مساله قريت كتاب فايف رينج لا حق يموت موساشي يمكن مر علي بس يمكن بسمة ثاني ما هذا 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 عنتر من شداد مال اليابان افضل مقاتل ساموراي صار باليابان كتاب عن الاستراتيجيات عرفت شلون مبدا البوشيدو يعني غير كتاب البوشيدو هذا يقول لك شلون انت تعيش حياتك عاد الصدق قام يدرسونه بالمانجمنت عرفت شلون من كثر ما في طريقه اكيد نفس الكايزن يعني مفهوم الكايزن الان ماخوذ من اليابان فانا اعتقد ان هذا الشيء يعني رد للسؤال ان الانستغرام اللي حببني فيه اكثر من مثلا سناب احس ان الانستغرام شيء يعني كانه كتاب لان بوستات تقدر ترجع صح لها فعلا فهو كل شيء موثق عندك تقدر ترجع تطلع هاشتاج ممكن ترجع فيكون كانه ملصق او بوست فيه معلومات تحته فاحس انه توثيق اكثر من الترفيه تدري متى حسيت ان انت وايد ماخذ الموضوع جد في مره نزلت بوست اعتقد عن ممر اكياباري او شيء كذي اي الممر السري هذا حتى النص ربع اليابانيين قالوا وين طحت عليه فعلا انا هذا السؤال اللي ببالي شلون طحت عليه شوفي انا احب طبعي احب الاستكشاف يعني يعني ما احب اني اروح يعني حتى برحلاتي ما احب يعني يمكن في البدايات اني اروح يعني معلم سياحي لكن انا اعتقد ان الاحساس يعني حتى هني يعني حتى بالكويت هني تجذبني مثلا ممرات المباركيه اوكي الممرات التقليديه فهناك لما تمر احيانا تكتشف شغلات انا عندي قاعده ان الاستكشاف اذا انت عندك فضول تستكشف طبعا بطريقه سليمه يعني راح يعني يخليك يعني تعرف اشياء افضل ايضا عندي مبدا ثاني لما تضيع خاصه باليابان انا اعتقد ان افضل الاشياء وجدتها لما ضعت بالخطا يعني وجدتها صدفه فعلا. سواء كان محل معين ممر غريب معلم منسي دائما تكون في او محطه نزلت لها غلط او طافني قطار فرحت مكان معين فافضل الاشياء وكلها طابع خاص لان انت ما كنت مخطط لها فالممر هذا كان غريب انه هو كان معبد قديم واثري وكيهابارا كانت الحين هي
مدينة الأنمي والجيمز والفيديو جيمز وبنيت عليه، فما قدروا يلغونه فخلوا ممر بسيط بين بين عمارتين. يعني هذا كان بالغلط. أي فهو الحين يعني موجود ومهتم فيه الحكومة اليابانية، لكن يعني الإضاءة اللي حاطينها والممر والمسافة اللي قاعد تمشيها بين البيوت، وخاصة المنطقة اللي هو فيها أنها منطقة ضجة، وفجأة تلقى نفسك في نفس الحديقة ومعبد بين البيوت والعماير مغلق تماماً، تحس انه مكان خيالي. يعني لو انت بلعبه هذا تحس انه شيء خيالي، كانك انتقلت عالم ثاني. فعلا فعلا هذا طبعا مو كله بالسفره الاولى، انت السفره الاولى كان هدف انه نروح اني اشوف ان الصوره اللي اشوفها بالمجله حقيقيه ولا لا، هل اليابان فعلا ولا لا موجوده. انا عجبني انك رايح بنظره يعني تشكيكيه، انت رايح تشك بالموضوع، لان اللي حولك المحيط اللي حولك ايش خليك تشك، خاصه قلت لك ما حتى المواقع العربيه ما كان فيه بالانترنت، يعني مواقع عربيه وكانت لغه انجليزيه يعني ما كانت جيده اني ادش مواقع اجنبيه واقرا. يعني احنا نتكلم عن 2007 الرحله كانت، بس انا قبل 2007 قاعد اخطط، يعني يقول 2004 وكذا، فانت تبحث عن شيء والناس محيطين يقول لك انا اعرف فلان سافر اليابان وقال لنا كذا وكذا، يصيبك شويه خوف. شنو الشغلات اللي سمعتها قبل تسافر؟ يعني قالوا ان عسك الله ياكلون حيوانات مثلا، يعني يخوفون. قالوا ان مثلا ما يعاملون الاجنبي بطريقه زينه، هذه انا جربتها بس يعني يخوفونك. قالوا ان غاليه بشكل خيالي، يعني يمكن تحتاج ملايين يعني عشان تقعد اسبوع. يعني تدري الكلمه اللي سمعتها يقول لك والله كابتن بالك رب الخير، يقول 20 دولار تنظف فيها دونك ممكن ما هي غالية. يعني قالوا البيبسي تقريبا بخمس دنانير ما ادري كم، فيخوفونك يعني. بس الحين يعني مقارنه انت يعني على حسب المكان، يعني انا قعدت مع شخص اتذكر قبل يعني كان منتقدين اليابان انها غاليه، فاكتشفت انه هو اخطاء سواها لما قال لي مثلا الماي باليابان بدينار، لما يقول لك ما تقدر انت تكذبه لانه هو فعلا سافر اليابان، بس تسال تقول انت من وين شريت الماي، يقول لك من الفندق. روح هني مجمع عندنا يطلب ماي مع الغداء دينار ونص. هل الكويت غاليه مثلا او الخليج غالي؟ لا يعني اصبح من وين هو غلطه الناس انه يعني انه راح اغلى شيء وقال لك عمم عليك الياباني فعلا يعني. وفي شخص ثاني قال لي انا قطيت على المواصلات خلال اسبوعين 5000 دينار، شيء خيالي مستحيل. انا راح امسح الفكره، راح انسفها اني اسافر اليابان، بس لما تساله يقول كان كلك انت على التكاسي سيارات الاجره. فانت لما تروح مثلا من احنا عندك راوند قوي يعني يعني نضرب مثال، مثلا نضرب مثال بين منطقتين بالكويت يعني اذا ممكن نذكرهم. يعني خلينا نقول مثلا من الاندلس الى بيان على الدائره الخامس مثلا، في يعني سياره الاجره ممكن ياخذ منك تقريبا 60 دينار. في القطار نفس المسافه طبعا تسرع اسرع لانه ما في اشارات مرور، ما في يعني قاعد يعطيكم مثال يا جماعه خير، مو ندري انه مو 60 دينار يعني. فتقريبا يعني يطلع تقريبا يعني ممكن يطلع بدينار و100 بدينار 200 فلس. ومو بس كذي يعني انا طبعا من هناك، لا كنت افهم حق الانجليزي مالهم ولا كنت افهم الياباني. فسبحان الله الموظفين من هناك اذا شافك ان انت جايجين ياخذك من ايدك وصلك المكان اللي صح. انت تبيه يمشي معك، مو موبايل طويل واخلاق جميله حيل يعني، عرفت شلون؟ هذا الانطباع. شنو اعطاك الانطباع باول اول سفره؟ انا اذكر اول يعني احتكاك كان لي بنفس الموقف هذا، كان احنا نبحث عن اي تي ام ماكينه سحب الي، وكان في يعني واحده بمطعم وكانت مرأة ما شاء الله يعني معمره يعني كبيره بالعمر وايد احمرهم ما شاء الله، فاي يعني ومهتمين بصحتهم. فسالنا بس اشرنا قلنا وين ماكينه سحب لان كنا لازم نسحب، ما عرفت يعني تشرح لنا. هي صاحبة المطعم وكانت على الكاشير ما عرفت، فتخيل يعني خلت المطعم، خلت الصندوق اللي عندها ومشت وقالت لنا تعالوا معي. مشينا، أنا توقعت بيمشي مثلا دقيقة، مشت معانا، صعدت معانا جسر مشات، تقلت إلى الجانب الثاني من الشارع، عبرنا حديقة وهي ويانا، لدرجة حسيت بالش يعني إحراج زين وصلت. وأول ما وصلتنا حتى ما انتظرت أني أقول لها شكرا، ردت يعني. أعتقد أن القيمة المعنوية اللي أعطتناها هذه الأمرأة تربويا واخلاقيا اكثر من قيمه ان الشخص ممكن يوصف لك يعني حتى لو بحماس، ان هي طلعت وهدت. كان ممكن تقول انا ما اعرف او ما اقدر وتنتبه لشغلها، واحنا ممكن ما احنا مو من شعبها ولا روح سيده ولا في مين وبالنهايه طلع ما يدري يعني يدليك خطا، يقول لي يدليك خطا أسوأ من اللي يقول لك اعرف. بس انا هذه عندي مشكله وجوديه بهالسالفه هذه. اوكي هي سوت لك شيء زين، هذا احنا عندنا هم حلوين، هم في ناس احنا عندنا يقوم من مكانه وياخذك، وفي مكان في افضل احنا عندنا افضل بعد. ايه؟ انا هذه مشكلتي يعني الاساسيه بهالموضوع. لو الياباني يشيل شغله ايش غيري، والله شوفوا الشعب المتطور هذا، المبالغه في شيء جدا مبالغه يعني. في اذكر واحده من لقطاته يقول لك ان انت احنا مو رايحين نمجد ولا هذا،
بس يا اخي انت كلامك كذي بس انت قاعد رايح تمجد احنا وغير كذي ترى يعني الكثير من تصرفاتهم قاعد تصير بسبب انهم مرتاحين ماديا يعني يعني انت لما قط بوك بديرة عربية يعني عرفت شلون وخش والناس خذت والناس خذت هذا يا اخي زي ممكن هذا محتاج انت ليش تحط تسوي التجربة بطريقة ان تبي تطلع تبي تضخم ديرة على مجال ديرة انا هذه مشكلتي بالموضوع شوف خليني اقول لك شغلة المقارنات انا ارفض المقارنات لا تقارن اليابان مثلا حتى ببوستاتي لو تشوفها عمري ما قارنت اليابان بدولة عربية عندنا نهائيا ما اقارن لان انا اشعر ان المقارنه تكون مقارنه بالدوله وبنفسها هي. انت تشوف مشكلتك بالبوستات ومو قصدي شيء والله لا 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 انا لا انا اوصلك لان انا عارف الثيم مادي امان يعني والله جد والله اكثر شيء حلو هذا ترى انا اقول لك ان مساله المقارنات انا ايضا يعني في ناس مثلا يعني يكون عندهم هم معاهم حق يكون عندهم مشكله يقول لك مثلا انتم كله ربع اليابان كله تبالغون في اليابان وتطيرون هالسماء وكذا احنا ما نبالغ انت اللي تصورت لما نمدح شيء ان انا قاعد اخليها بلد الكمال انا مدحت شيء احبه انا لما اسافر اكيد لما واحد يقط فلوسه يسافر يشوف شيء حلو انا لو ابحث انا ممكن اسوي لي حساب كامل اطلع عيوب اليابان بالكامل بس راح تكون مصاريفي وفلوسي وسفراتي وقتي سلبي. يعني انا ابحث عن السلبيه على الطاري هالسلبيه شنو الشغلات السلبيه اللي شفتها اليابانيين يعني الامانه يعني شعب يعني يشربون كثير يعني يعني خاصه بعد العمل يعني بس انا ما شفت منهم يعني ضرر ايضا اعتقد ان نوع العمل صار عندهم مساله العمل هوس كثر ما نقول اخذ من وقتهم العائلي بشكل كبير يعني خاصه في طوكيو ما نتكلم عن المناطق الخارجيه المشكله هذه بس بطوكيو طوكيو لا القرى بالعكس تشوفهم يعني مزارعين و ريلاكس وعادي لكن مساله السرعه وكثار يعني من ناس انا اقابلهم في اليابان يكونون هم مو من طوكيو مثلا يعني لان فرصه العمل صارت بطوكيو فمخلين عائلتهم واهلهم في منطقه ثانيه ويشتغل يعني في العاصمه فهذا قلل شويه الترابط شوف على طاري الشرب عرفت الشر الله يحفظنا ويحفظ السامعين الشعب الياباني اكثر شعب مؤدب وسكران انا ليش اقول السالفه هذه ببريطانيا لما كان لما كنت اشوف الناس سكارى جلكم الله مشاكل وهواش والسوالف هذا ياباني تلقى نايم يا ريت نايم ربعي يغطون عليه ويعتذرون حق الراعي والله هذه كانت من اقوى الصدمات الثقافيه صحيح. اللي شفته قلت زين يا جماعه الخير ما عليكم شرها يعني عادي ترى انت وش اسمه منظم حتى في غياب الوعي صحيح لان خلاص صار طبع عنده لا ارادي انت لما تروح للدوام مثلا مره مرتين ثلاثه ترى مرات يعني تسوق سياره وانت ما تدري لا ارادي وصلت وهم نفس الشيء صار عندهم الموضوع نفس الشيء اكلمك يا رجل عقل غايب يعني انت مو انت مو بوعي ومؤدب بالسالفه هذه هذه اعتقد برمجه موجوده بروح هذا وعلى الطاري البرمجه يا رجل ثقافه الدوام عندهم وايد غلط يعني ادري منو انا اقول السالفه هذه بس شنو الغلط ليش اقول لك غلط يعني توصل لمرحلة أن نسبة الانتحار يعني عدد الناس اللي انتحروا باليابان 71,000 إذن يا أخي أنت شقيتنا بسالفة الشغلات الإيجابية باليابان وهذا كلمك يعني مثلا برنامج خواطر ليش ما صرت على السالفة هذه عرفت شلون يعني أنت شنو الشغلات اللي شفتها يعني نفس السالفة هذه يعني هل هي فعلا بالطريقة هذه ولا شوف أنا تكلمت أنا زرت غابة شو اسمه الانتحار في اليابان وتكلمت عنها في بوستين لا بس ما دشيت داخل يعني وصلت انا بشوف شنو الموضوع بسولف مع الامن اللي موجود انا احب لما انقل المعلومه انقلها عن تجربه شخصيه ما احب اني اقول سمعت نعم. او احد قال لي صدق في امريكي صور حتى الناس اللي موجود صحيح يعني هم عندهم مشكلتين يعني اخ بس نفهم مساله الانتحار يعني اذا قلنا انتحار يعني السويد اكثر من اليابان كدوله انتحار يعني لكن احنا ما نبرر الامور لكن اللي يعني انا ممكن اطلع لك مليون ميزه في الوطن العربي واطلع لك سلبيه واحده اذا انا ابي واذا باليابان اقدر اطلع لك مليون سلبيه واطلع ميزه واحده بس انا شنو هدفي انا هدفي اخذ المزايا وانقلها كتقريب ثقافات انا شنو استفيد لما ادرس عن الانتحار وابين لك ليش انتحر وابين لك انه كذا شنو راح تستفيد انت انا الاستفاده الوحيده ان لا تعطيني هالصوره الورديه هي اليابان كمجتمع نفس اي مجتمع ما حد عطى الصوره الناس تفتكر ان اذا انت تكلمت بايجابيه ان المكان كله ايجابي اذا مدحتك كشخص مثلا اذا عند زميلي وقلت انه مثلا والله محترم وخوش ولد وما شاء الله تفكيره حلو يعني هو خلاص كامل كانه الله لا
مو لازم أذمك عشان أبين لك إنه هو اللي فهم إن المدح لك معناته إني أنا أوصلك الكلام. إذا تكرر المدح إذا تكرر المدح المبالغ ذيك الساعة أنت تفهم من الناس إن أنت قاعد تطلق صورة وردية، وإن هذه المشكلة بأغلب الناس المهتمين بالثقافة اليابانية تلقاه بس التركيز. وطبعًا نفس ما تفضلت هذه يعتمد على فهم الناس، إن الناس تفهم إن لا والله أنت أنت اللي فهمت إنك قاعد تطلع الصورة الوردية هذه، ولكن نفس كل شيء في شيء زين والشيء. فلذلك حطيت بوست يعني اسمه عيوب اليابان، وتكلمت فيها على عيوب اليابان عشان أسكر الموضوع. بس أنا ما راح أخذ مجال كبير من رحلاتي أروح الأماكن ما راح أدفع فلوس عشان أشوف أروح الأماكن مشبوهة وأروح أدش أماكن خطرة ممكن تكون عليك كساح عشان أثبت إني أنا إنسان مثلاً عادل. هل مرة دخلت حاشك الموقف هذا؟ يعني مرة مريت بمنطقة يعني قالوا لي إنه ياكوزا يعني كانت واضح إن الوضع كان بالنسبة لي أنا مو مريح، لكن اللي عرفته بعدين انهم اساسا يعني كلش ما يقربون عند السائح، ما يبون السائح يعني يقربون، واساسا هي تكون مشاكلهم احيانا اقتصاديه بالامور الثانيه، يعني انت كسائح مو هدف رئيسي لهم. يعني تجربتك بالمكان ان هذه ما حد اعتقد بالكويت يا قال انا والله رحت مكان ياكوزا؟ لا يعني بالعكس، يعني انا قلت لك انه ممكن يكون عندك صديق انت ما تدري انه ياكوزا. اليابانيين ما يكونون يعني ظاهرين في هذا الموضوع، يكون شيء يعني مبطن، لكن هم ما منهم ضرر للسائح. هذا مو معناته اني انا اروح واقعد وياهم واسولف واحاول اسوي كم صداقات، لان هم يعني بالنهايه يعني جانب خطر لك كسائح. بس انا اقول لك انهم مو من نوع الاصابه اللي يعني يمر ويسرق او يحاول يعني يخطف او شيء، لانه كثر ما يقدر يبعد عن السائح، لان المشاكل او المعاملات اللي قاعد يسوونها عن امور اقتصاديه ماليه يعني ابتزاز يعني يدخلون في غسيل الاموال والامور هذه. فانت كسائح مار اليابان تحمل مشاكل بالنسبة لهم إن لو يسوي لك مشكلة مع سفارة. عرفني عثنين ياكوزا خلنا نسوي قصير أموال. لا لا لا. بعد اللقاء. بعد اللقاء. خلنا نرجع شوية حق في موادي الأمان. بأول رحلة الشغلات اللي كنت، هل كنت مخطط بس تشوف شارة الساكورا ولا شفتها أماكن ثانية؟ لا أنا كان هدفي إني أول مرة أشوف زهرة ساكورا شفتها في اليابان. يعني ما شفتها في دولة ثانية. بعدين يمكن لما رحت دول ثانية نفس أمريكا مثل واشنطن شفنا كان موجود. لا بس الإحساس أكيد راح يصير أكيد مختلف تماماً، يعني من الشعور اللي عندهم اليابانيين الاحتفال، وهو أساساً هو يكون يوم عطلة يعني يكون يعني الأريحية الموجودة. ودائماً كنا نشوف شيء هذا موجود يعني في الأنميات لما تتساقط الوردة، يعني هل فعلاً إيه فعلاً الشجرة بالكامل لونها وردي؟ يعني ما قلت ممكن تكون الرسومات مبالغة في الموضوع، لكن ما شاء الله يعني الجمالية الموجودة، وخاصة أنهم يعني أذكياء في هذا الموضوع، فيزرعون هذا الشجر في أماكن يعني عامة متلاصق، بحيث أنهم يفكرون في وقت لما تزهر يعني المكان كله يتحول نفس اللون. الله ما يزرعونها بشكل مبعثر، فتلقى على المد البصر اللون الوردي هذا الموجود، احنا مو معتادين هنا في راح الولد. تضحك تدري شلون أنا ليش تحمست أشوف الوردة هذه في فيلم لا ساموراي مال توم كروز لما الشوق المتبرد كان يطالع الشارع يقول أنت تقدر تقضي حياتك كلها تشوف الشارع وما تعتبر ضيع عمر. يا رجل حسيت انه يبالغ، بس كم ما اشوف الصور، انا ما شفت الشارع الساكورا، بس لما رحت كيوتو شفت تقريبا يعني نفس، كانت مو مزهره، بس حسيت انه لا والله ممكن كلامه صح يعني فأغبطك أمانة على اللحظة. لا بالعكس يعني زهرة جميلة بس فيها ترى عيوب، ترى الموسم هذا عنده مشكلة يعني لا تقولي حساسية. لا أنا شخصيا يعني لو يحطون لي رحلات مثلا ما راح تكون حاليا، يمكن لأني شفت الساكورا أكثر مرة، الساكورا ما راح تكون أول اختيار، لأن تكون كثافة السياح فيها مزعجة. من السياح اللي يلون من كل دول العالم. كل دول العالم يعني القطارات تكون ازدحام بشكل كبير، الحدائق ما تقدر يعني ازدحام، المصورين في كل مكان، الكافيهات فل، يعني تلقى كل واحد وياه كاميرته، فيعتبر موسم مكتظ في السياح. في مكان معين اذا انا رحت هالوقت هذا ما راح اقدر يعني اتعرشم السياح على قولتهم؟ يعني معروفه مثلا حديقه اوينو مثلا، يعني الاشهر تقريبا للتصوير، يعني راح يكون في ازدحام حتى بالصور. شمالي مين انت حاشي يعني راح تطلع انت ضمن مجموعه يعني اوكي. فهذه المشكله الموجوده في هذا الموسم انه راح يكون مكتظ. حط ببالك يعني التذاكر الاماكن الثانيه للديزني لاند، ديزني سي، الاماكن الترفيهيه راح يكون الوضع يعني ازدحام كامل. هل الأماكن هذه رحتها بأول سفرة ولا بالسفرات اللي إيه كانت أول سفرة؟ كنت يعني غطيت الأماكن السياحية قدر المستطاع الرئيسية اللي كانت بذاك الوقت. ممتاز. إيه بس يعني طبعًا ظهرت أشياء ثانية، مثلًا سكاي تري مثلًا الأعلى برج الحين في اليابان، هذا ما كان موجود 2007، الحين ظهر. إيش كثر قعدت؟
وقتها اعتقد انه يمكن كان اسبوعين يمكن. ما كنت تشتغل وقتها ولا تو اول معاش؟ اي زين. بعد ما رجعت يعني انت خلاص شطبت يعني لو كنت عندك تو دو ليست انت الحين شطبته، ايش اللي رجعك مره ثانيه؟ هذا السؤال احد سالني اياه والحين ثابت بمخي. قال لي سعد لما حققت حلمك الحين ما راح تحس بفراغ؟ انا اذكر لي الحين كلمته وايد سلبي هذا. قال لي يعني فانا كنت متخوف انه فعلا خلاص، لان اهتمام الكبير اللي صار عندي باليابان وخاصه قبل السفره ولما تحقق، لما حجزت 24 ساعة اللي كنا نتكلم عنه الهوس السلبي صار فيني هوس سلبي. 24 ساعة أطالع فنادق، أطالع أماكن، أحط لي خطة، أحط لي جدول، مليون ألف جدول كتبته، في حماس مو طبيعي. دكت الطعم يعني. أنت الحين دكت الطعم، حماس كان مو طبيعي. إنزين لما ترد وحققت هالشيء شو راح تقضي وقتك؟ لكن الشيء الغريب إنه لما رديت كانت الإجابة مختلفة. شان؟ إنه قلت الحين صار عندي هدف إني أروح اليابان مرة ثانية. الله. لأن لما رحت اليابان ما كان في يعني ما كان شيء إنك أنت تشيك ليست تخلصه وخلاص. بالعكس تحمست اني اكتشف اكثر، اني اروح اماكن اكثر. عرفت ان الرحله مو تعجيزيه، انت مو معجزه. انت خذيت انت خذيتك استكشاف اكثر شيء يعني كانت تجربه. قاعد اقول ان دائما هل هذا المكان حقيقي موجود ولا اكتشفنا حقيقي يعني ارسم عليه عاد بالمستقبل. وفعلا كل ما يعني اسافر اكتشف شيء. واليابان من الدول المتجدده اقول، يعني فتره بسيطه تلقى فيها تطلع كافيهات يعني جديدة، أماكن ترفيهية ثانية، حدائق على طول مشتغلة يعني. أغرب كافيه شفته؟ أغرب كافيه كان في كافيهين، كان في كافيه دراكولا يعني المصاصين دماء، وكان يعني أمانة حتى المشروبات عندهم شوي غريبة كانت تحس إن قاعد تخيل فكان يعني شوي يعني غريب أمانة. والثاني كان كافيه النينجا، كان حلو أمانة، بس إنه كان التركات الموجودة في المشروبات وكذا والأبخرة اللي تطلع وطريقة التقديم كانت فعلا مميزة يعني. أغرب يمكن اثنين شفتهم. يلا بعد البودكاست انا وسعد راح نسوي المشروع بالكويت ان شاء الله. اكيد نبلش خطوات الرحله الثانيه. الرحلات انت سويت رحلات وايد يعني على اساس ندش بالرتابه وهذا. اختار رحله مميزه صارت بعد الرحله هذه، بعد اول رحله يعني. والله كل رحله لها طابع مميز، بس يمكن رحله يمكن كانت يمكن مختلفه، ان في رحله اضطريت اني اروح بروحي يعني ما كان معي احد. ففي هذه السفره كان في عندي تجربه اني اسافر بقطار لمده 12 ساعه. وكان القطار هذا كان عندي تجربه انه لانه كان يحتوي على غرف نوم. كنت بجرب هذا الشيء. كان ينطلق من طوكيو الى ايزوماشي، فكانت الرحله جدا طويله. يعني مريت بقرى ومناطق واماكن كانت مختلفه. عفوا وين المكان كنت تروح له؟ إيزوماشي كان في يعني غرب اليابان، الجنوب الغربي من اليابان. ممتاز. فكانت اساسا القطار مختلف وطريقه الترحيب فيه كانك ساكن في بيت متنقل. يعني انت عايش في بيت متنقل، طريقه حتى الاطعمه اللي يعطوك اياها والبنتو الياباني، وان انت تنام وفراشك موجود، وبالليل لما تنام تشوف النجوم والقرى والمحطات الليليه، وتطلع وتشوف جوجل ماب قاعد تبعد على المدن، قاعد تتغلغل داخل الغابات والبراري وتروح للجانب الثاني. كانت هذه تجربه صراحة يعني مميزة بالنسبة لي. أكثر شيء مميز شفته بالريف الياباني يعني بال 12 ساعة هذه يعني عادة إذا رحت مثلا أوروبا تشوف القلعة، تشوف الاهتمام في التفاصيل البسيطة، محطات القطار الصغيرة. يعني أنا كنت أتوقع أن محطة قطار صغيرة خلاص ما يحتاج، لكن مريت على يعني محطات. مثلا كان في محطة وادي الأمان، كانت محطة صغيرة وحطيتها بالإنستغرام، كانت صغيرة جدا. أباني شنو إحساسك؟ حسيت إن فعلا هذا المكان يعني وادي الأمان يعني أدورهم ممكن موجودين. في محطة ثانية كان عليها توتورو مال ميازاكي أيضا، يعني كان لما تنطر القطار فيها أيضا كان حاطي لك مجسم كأنه هو قاعد ينتظر معك. هذه مميزة بقرية ووراك يعني مزارع، تحس إنه مكان غير. الهواء المنعش الموجود، الشعب الياباني أيضا يعني في خارج طوكيو أكثر لطافة، يعني يحبون يستغربون منك أجنبي من وين، وخاصة لما تقول لهم أنا عربي. اليابانيين عندهم فكرة مو موجودة عند الغرب. شلون؟ وجميلة، وحتمنى أن الكل السياح يحاول يحتفظون فيه. في اليابان ما ينظرون لك أنت كعربي أن أنت إنسان يعني جاي من منطقة غير آمنة أو يعني عندكم مشاكل أو شيء، ينظرون لك صورة النمطية الأمريكية يعني. لا الحين ما عندهم أن أنت ما علاء الدين بساط السحر سندباد عندكم ألف ليلة وليلة قصص يعني عندهم قاعد على جمل ويعتقدون أن إحنا كلها يعني دولنا كلها قبب موجودة وطرازنا الإسلامي والبساط السحري، يعتقدون أن كأن إحنا بلد السحر يعني الموجود.
فهذا الشيء جميل يعني يستمتعون فيه، وان يعني انتم دائما تهتمون بجماليات العيون ويسولفون لي ان انتم ما شاء الله جميلين وعيونكم يعني جميله وبلادكم يعني عندها احترام، مشكلة النقص اللي فيه فيشعرون في هذا الشيء يعني ان انت جميل يعني جاء من حضاره، ينظرون لك ان انت حضاره. هذا الشيء ما استشعرته في الغرب. اغرب فكره عن بالشعب الياباني مرت عليك يعني؟ انه واحد سالني قال يعني في البيت عندكم حنفيه فيها نفط فعلا الحكومه ممدده صدق ولا اي؟ يعني شيء غريب يعني اخاف قاعد يضغط. لا لا كان فعلا يعني كان مستغرب يعني قال له سمعت هذه المعلومه ان كل فرد يعني انه له حصه من نفط وكذا. فقلت له مو صحيح، حتى لو كان عندي نفط البيت شنو راح اسوي فيه؟ لا اشربه ولا صنعه ولا شيء يعني. يعني حتى ما اقدر اغسل فيه والله. انت لك حصه عن طريق المعاش بس انه يعني بس مو بالطريقه هذه يعني. بس انه مو ماسوره توصل للبيت يعني. بغرب اليابان شو موديك منك؟ شنو كان في الشغله اللي مميزه منك يعني؟ انه كان القطار يودي هذه المنطقه، وكان هذه المنطقه يعني تقليديه جدا. انا حسيت انه يعني انا دائما في رحلاتي انا احب طوكيو نعم كتطور، لكن انا احس ان نفسي يعني لازم اطلع برا التكنولوجيا شوي للريف. فما احب ان تكون رحلتي دائما تكنولوجيا وعماير وابراج وقطارات، احب اني دائما يكون فيها جانب طبيعه وممكن شغلات تراثيه، معابد، بيوت اثريه. احب اجواء كابامار ومراكش. اوكي البيوت التقليديه، النار، فدائما يكون شعبها لطيف لما تسكن عند عائله او شيء، يعطونك تجارب وتتعلم يعني منهم افكار مختلفه. يعني انا اذكر مره يعني استفدت من رحله أنا قعدت مع عائلة يابانية وكنا نتناقش عن الاختلافات الموجودة بين الشعوب وبين الثقافات. فمفهومنا يعني يمكن احنا دائما، انا اذكر هذه النقطة اللي انت ذكرتها يعني يمكن الغرب ايضا، ان الشيء يحل مكان شيء. اليابانيين عندهم انه ممكن ان تتشارك بالشيء هذا اذا كان مفيد لك، فدائما هم ينظرون ان الاختلاف احنا عندنا ممكن، او يعني بقية العالم، انه لما احيانا لما اختلف معك بفكرة في صح وخطأ، ممكن اكون انا صح او ممكن اكون خطا، او انت ممكن تكون صح او انت تكون خطا. اليابانيين ما عندهم هذا الفكر. اليابانيين عندهم الاختلاف في الاراء نفس الالوان، يعني منو الصح، الاخضر ولا الازرق؟ ما في صح وخطا، مختلفين. اي وصلت. فانت رايك صح ولا انا رايي صح؟ مو شرط انا رايي صح لي ورايك صح لك. لو انا اطبق رايك انا راح يكون خطا بالنسبه لي لانه ما يناسب حج الشعب الياباني. صار كذي لما طاحت عليهم الشمس مرتين لما تنقف قنبله. ممكن اذا نظرنا لها ما كان كذي صدقني. ممكن لا اختلف وياك بهالنقطه، خلني شوي اعارضك شوي. شلون؟ ان اليابان خلنا نظر لها قبل القنبله الذريه. لما اليابان قررت انها تكون نفس العالم، انها قوه مثلا سلاحيه، نجحت ما خسرت، استحلت نص اسيا. انا اقول لك نقطه يلا ماشي خلينا ناخذها كجانب شر يعني شري. يعني مثلا ان هي مثلا نفس يعني امريكا استحلت دول العالم، اوروبا استحلت ما قصروا يعني بالعالم. أوكي. بريطانيا استحلت نص العالم. اليابان لما دشت هذا المجال استحلت نص اسيا، فاذا هي تفوقت في هذا الموضوع سواء احنا معه او ضد. نلغي هذا الموضوع، نقول نلقي عليها القنبله الذريه. حلو، خلينا نقول ان هي خسرت. هي نجحت في خسارتها. ليش؟ لأن في دول كثيرة دشت حروب إلى الآن تعاني، وإلى الآن تتعذر إن كان عندنا حرب، عشان كذي إحنا مو متطورين. الكويت يعني نفس ما أتكلم عن دولة معينة، فنلقي بعض الأخطاء على هذه الحروب، إن هي سبب أو الاستعمار، إن إحنا تأخرنا عشان هذه الأمور. اليابان كان ممكن تقول إحنا الدولة الوحيدة اللي صار علينا قنبلتين ذرتين تعيش طول عمرها على مساعدات الإنسان. فعلا. لكن شنو سوت؟ سوت لنا قطارات، سوت لنا سيارات، سوت لنا ألعاب فيديو، تطورت، صار اقتصاد. أنا راح أقول لك ليش كذي. حجي الشعب الياباني ما صار بس قوة استعمارية، عرفت شلون؟ حجي يعني لو كان جنكيز خان، لو كان في تناسخ أرواح في الجيش المغولي استنسخ بالجيش الياباني. انت تعرف شنو الشغل شنو اليابان سوت؟ احط دوكيومنتري لو يعني ان شاء الله. للاسف ما كان عندنا كمبيوتر مني، او كان اوريك شويه من الفظاع اللي سواه الشعب الياباني، ولكن اغلب شيء يعني اعتقد اكيد مرت عليك شنو سوى بكوريا، شنو سوى بالصين، شنو سوى يا اخي المحيط الاطلسي. الشعب الياباني طغى لما بالحرب العالميه الثانيه، ولكن كلمتك جدا حلوه انه شنو؟ انه ما اخذوا سالفه ان احنا خسرنا كعذر. ولكن اغلب الاخلاق اللي انا قاعد اشوفها هذه يعني جديده على الشعب الياباني. يعني الشعب الياباني صار مؤدب بزياده لانه يخاف ينسحب حق دوامه العنف هذه. عرفت؟ لانه لو تفكر فيها ترى حتى قبل جابان، قبل اليابان اصلا قبل التطور كان شعب عنيف. عرفت؟ عن طريق لو تشوف يعني الساموراي وايد قاعد ياخذ يعني صور رومانسيه عن حتى النينجا يعني. بس ان هذول كانوا قتله، وهذول كانوا يحتقرون الفلاحين وكانوا يذبحونهم يعني. خلينا نرد على نقطه الحرب ونرد على نقطه جميله النينجا والساموراي، ناخذ منهم معلومه. الحرب دائما من الخطا ان نحكم على دوله بلحظه حرب.
الحرب الكل يكون فيها قاسي، ما لا. في احد يحارب بالورود لا 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 قاسي. فعلا بس طيب. بس بس في 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 خطوط انت ما تعديها بالحرب، ومني انت تعرف الانسانيه، خطوط انسانيه فعلا. تعرف معدنك يعني صحيح. الشعب يعني اعطيك من جزء من معدن الشعب الياباني يا رجل. يا رجل كان في دكتور في دكتور بيولوجيا ايش كان يسوي بالصين؟ كان كان يحقن الناس بفيروس الطاعون، بامراض الطاعون وامراض الثانيه على اساس بس يشوف الاثار ماله، وما تم محاكمته لان الجيش الامريكي اخذ الداتا ماله، لان الاختبارات هذه ما تصير بظروف ثانيه، فعطوه مناعه من الموضوع هذا. بهذا يبين لك ان الشعب هذا لو يعطي لو ينعطى وجه مره ثانيه ممكن يضرنا حيل يعني. اكيد. فالحمد لله ان نفس ما قلت قام يركز بالصناعه وقام يركز بالهذا. هذه نقطه انا دائما اقولها، اقول الحكم على الحرب، الحرب تظهر أسوأ ما في الانسان، يتخلى عن انسانيته اساسا. يعني احنا ما نقدر نحكرها باليابان ككل، لا لا كل شيء يعني ننظر الى الابادات اللي سوتها. شوف امريكا ايش قاعد تسوي، الهنود الحمر والافارقه والامور هذه. انظر يعني كوريا ايضا مثلا، يعني امريكا القت الفيران اللي فيها طاعون على كوريا، نعم، فسببت لها مآسي. ايضا اليابانيين يعني هم يقولون هم يدركون اساسا ان في يعني الاعمال اللي صارت هذا ايضا خطا، احنا ضد الحرب اساسا، فما بالك بالامور اللي تصير بالحرب. للحين ما اعتذروا، للحين ما اعتذروا ترى، اعتذروا على المشاكل اللي سواها مع كوريا، بس هل يعني اوباما رفض ان اساسا يعتذر في القنبله الذريه، مع ان القنبله الذريه القيت على المدنيين يعني ما لها علاقه. تدري شنو تدري ناس تبخرت يا رجل، الناس مو الناس يعني مرات يعني تاخذ الموضوع بالسزاء. الرجل اللي القى القنبله يعني دخلوه طب النفسي يا رجل، انت تخيل مدينه تختفي للحظه. اوكي صدق يعني مع على كل الفضائع اللي سوته سواه الجيش الياباني بالدول هذا، ولكن ترى يعني هم كان وضع شويه العقاب كان اقسى من الـ الـ جدا جدا. بس تبي الصدق من ناحيه عسكريه، مقاومه الشعب الياباني لما بلش الجيش الامريكي يدخل حق الجزر الرئيسيه، قال حجي ما راح اقدر احتل اليابان. صح. فانت ما كسرت انت. فعلشان كذي الامريكا لو تلاحظ انه ما صار نفس هتلر مثلا، يعني كانوا حريصين ان الامبراطور يظل امبراطور، لانه ما كانوا يقدرون يسيطرون على الشعب الياباني. صح. لو سقط الامبراطور راح تصير حرب اهليه، ما يقدرون يسيطرون، فكان من اساسيات انه يخلون امبراطور موجود. ايضا من ناحيه المفهوم الامريكي لما استعمر اليابان ما قدروا يفرضون الثقافه الغربيه، يعني مقارنه مع كوريا، كوريا لما دشوا عليها الغرب تغيرت، انقسمت صارت دولتين. صح. صارت هذه شيوعيه وصارت هذه راسماليه. ايضا مثلا الدين تغير، عندهم مفاهيم مبادئ، يعني الحين كوريا من ثاني اكثر دوله بعد الفاتيكان يعني ترسل التبشير بالمسيحيه، تشوف تغير. باليابان اقل من 1% نسبه المسيحيين في اليابان، ما قدروا يتغيروا، مع انهم تحكموا بالمدارس وكذا، لان المبدا الياباني عنده ثابت في مبادئه. هل هذه حسيت انت لما قعدت تحوس بكاونتك في عندك ربع ياباني، شنو تجربتك مع الياباني؟ هل فعلا صدق يعني مصر نمطيه الاخلاق اللي فيهم، طريقه تفكيره، شنو الافكار اللي حسيتها فيها يعني؟ شوف، هي مساله الكمال مو موجوده الا في الجنه. لا 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 يعني هذه يعني لو انا اسافر وحاط في عقلي اني انا ابحث عن شخص كامل، راح اشوف عيوبه قبل مزاياه. فعلا. لكن بشكل عام يعني انا اشوفهم يعني شعب متعاون، فيهم خجل، يفهمون الناس خطا، ان انت لما يشوفك اجنبي هو يخجل انه ما يقدر يتكلم معك انجليزي، فانت بعضهم يشوف انه ليش ما رد علي بطريقه صح، او ليش صد عني، يعني هم ليش كذي نفسيه. لكن هو يكون في خجل شوي، لو انت تشجعه او يكون عندكم مثلا صديق او شيء، يعني مرات يقابلوني مثلا اصدقاء من طرف صديق. نعم. في البدايه تشوفهم تاخذ انطباع كأن انا قاعد وياهم بالغصب. اوكي. بعد 5 دقائق 10 دقائق ما تطحن فيهم، يشوفون بالعكس، يعزمونك تعال بيتنا وتعال، ويحبون ثاني يوم انت وين رايح، ممكن نكون وياك وكذا، فيغيرون الطبع مجرد ينكسر حاجز الخجل الموجود عندهم. عندهم الأهم عندهم احترام ثقافتك، يعني شنو انت ممنوع ما يشربونه قدامك، شنو انت ما تاكل ما يحطونه قدامك، اي شيء ما 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 في نهائيا، شنو اللبس اللي ممكن انت ثقافتك ما يتقبله ما نلبسه. فعندهم احترام كبير، ان عكس الثقافه الغربيه ان انت موجود عندي انت لازم تتقبل. لا، هم عندهم ان انت موجود عندي انت ضيف انا احترمك. أوكي. فكره مختلفه عندهم، فهذا الشيء يعني مريح لنا كعرب كمسلمين لما نسافر اليابان. بس شوف اللي يعني هو يمكن تجربه شخصيه صارت لي، يمكن الجماعه مو قصدهم عنصريه، ولكن
نظرة الاستغراب يا أخي شغلة يا أخي تنرفز يعني. كنت أقعد بالباص وكنت الناس دش فيني بخز يعني. هل حسيت بالسالفة هذه؟ وقال كلمة الكايجين كايجين يعني وافد يا ريت وافد لما قريت الترجمة ضاق خوي وافد غير متحضر. ليش يا أخوي شوف حتى هم عندهم باليابان يعني لما تأجر شقة يسألونه إذا أنت أجنبي يقولون له طب يعني عندهم سؤال يقول له طبع ياباني ولا غربي. إذا قالوا غربي احتمال بعضهم ما يأجر لك لأنهم يبون واحد يعرف الطريقة اليابانية ويحترمها ويحترم جيرانه. عندهم شيء هذا المبدأ. هذا نقدر نعذره لأن إحنا ممكن تكون عندنا إحنا كعرب مسلمين عندنا مزايا كبيرة مو موجودة عند الغرب، لكن هم احتكاكهم بالغرب أكثر فهم ما يعرفونك، فأنت يشوفونك غربي بس، فيشوفون الأمريكان والأجانب اللي يمرون عندهم اللخبطة اللي قاعدة تصير في الشقق والمص يعني أمور يعني غير حضارية همجي والحفلات اللي فيكرهون أو يحطون حاجز أجنبي. أنت كتصنيفك عندهم ما يعرفونك فيشوفونك غير ياباني فأنت أجنبي، فيعتقدون أن إحنا كأن قطبين يعني. يعني هي مو عصرية كثر ما هي صورة نمطية. صورة يا نمطية رجل فكني من شرك أنت أهم. لكن لو يدركون هذا الشيء ويتعايشون معاك هي راح يشوف تشوف أن المزايا اللي تعطى لك بشكل كبير يعني موجودة. أنا بطريقة التعامل الشيء الوحيد اللي احترمه باليابان مو احترام هو إعجاب أمانة. الأدب المصطنع إنه يعني نفس ما تم سالم كنت تكلم العازمي إنه شلون لما كانوا يقدمون أوراقهم شلون يقدم نفسه الاحترام. هذه هل هذه أنت يعني تعاملت وياه بنفس الطريقة هذه ولا كانت بس ولا هذه بس بالبيئة العمل اللي هو الاحترام الزايد؟ لا هذا موجود، هذا عرف موجود عندهم، هذا طريقة تعامل موجودة. يعني نفس احنا عندنا مثلا مسألة السلام على شخص ما تعرفه مو لازم اعرفه عشان بالشارع وانا ماشي اشوف شخص اسلم عليه ما راح يستغرب من هذا الموضوع. لانه ممكن السلام عندنا منتشر فهذا عرف يعني اساسا موجود. وهم عندهم هذه الطريقة يعني ما يصير اقدم بيد واحدة اقدم بيدين الثنتين. بعد فترة راح تلاحظ ان هذا الموضوع مريح بالنسبه لك. أيه. يعني تحس ان في مساله تنظيميه الموضوع. حتى مثلا في هم عندهم مبدا الكايزن اللي انا اسوي شيء زياده على المطلوب مني شيء افضل. الله. شيء شغله واحده اسويها. يعني ممكن انا طلبت منك ورقه ممكن اعطيك تعطيني ورقه وممكن تسوي شيء اضافه. شنو تقدر تعطيني ورقه وقلم؟ انا ما طلبت قلم بس انت اعطيتني قلم فاعطيتني شويه شغله زياده. فهذه الشغله اللي عندهم هم الكايزن اللي هي التحسين المستمر معناته احسن الشيء بزياده. ايضا لما تشتري منهم شغله مثلا يسالك دائما باليابان يعني ما نقدر نقول 100% بس نقول 80% يسالك يقول لك هديه ولا لك ما في سعر مختلف بس انت لما تقول له هديه يروح هو يغلفها لك او يعطيك كيس زياده شكله ارتب لما توصل البيت عشان تحطها مع ان هذه خدمه مجانيه على تقارن الامانه بالضبط. فهذا يعطيك شويه ميزه جميله يعني ان انت يعني تاخذ شيء. في شيء اسمه عندهم المبادره، هذا شيء حلو المبادره. مو لازم انا اسالك عن الشغله عشان انت تعطيني اياها، انت بادر بشيء من عندك. ممكن يكون انا مو طالع على بالي، ممكن انا ما اعتقد اني محتاجه انت تشوفني انا محتاجه فتبادر بالشغله بادر بالشيء من عندك. رحلات من 2007 اكيد شفت اكيد شفت عادات وتقاليد غريبه وشيء كذي. يعني مثال الشاي الاخضر، هل دخلت مره بسيرموني كذي؟ اي كان مهم بالنسبة لي أني أحضر هذه الفعاليات عشان أفهم شنو القدسية الموجودة فيها وليش. نعم. الترتيب يمكن أنا دائما أقارن، يعني أنا ما أقارن اليابانيين في العرب لكن أنا أقارن الغرب بالعرب. أي. في فهمهم للثقافة اليابانية أنا أشعر أن العرب إحنا أسهل علينا أن إحنا يعني نفهم الثقافة اليابانية أكثر من الغرب، واليابانيين سهل بالنسبة لهم أن يفهموننا كثقافة عربية أكثر من الغرب. راح نعطي مثالين في هذا المجال. الشاي الأخضر يمكن كغربي ما يفهم ليش لازم يقعدون ولازم يطحنونه ولازم يلفون الكوب 3 مرات بعدين يقدمونه لك، يشوف ان الشيء هذا فاضي ما له معنى. بالنسبة لنا العرب نقدر نمثله في القهوة العربية. لما بقدم لك قهوة عربية لازم اقدم لك شيء معين معها، التمر مثلا لازم امسك الدلة باليسار واقدم لك الفنجان باليمين. انزين لما تخلص من الفنجان لازم تهزه. انزين ليش هذه شنو هذا؟ هل هذه هي لها علاقة بالدين؟ ما لها علاقة بالدين، هذه اعراف وتقاليد فيها قدسية تقديم القهوة، وراح تشعر فيها نوع من الإهانة إذا أعطيتك مثلا فنجان باليد اليسار مثلا أو ترست لك الفنجان. في شغلات مقادير معينة هذه تخليني أفهم أكثر في بروسيجر. في خطوات بالضبط. فهذه يخليني أفهم ليش هم لازم يلفون الكوب مرتين ويعطونك إياه. نفس مسألة الهز عندنا، يعني هم ترحيب، يعني مسألة مثلا صناعة الشاي أمامك إنه هو مثلا شيء طازج نفسه ما واحد يسوي قهوة قدامك. ففي عندنا معايير
يعني متشابهة في هذا الشيء، إني أنا أفهم هذا الشغلة. أيضا المعيار الثاني مثلا خلينا نقول الصلاة، لما أروح باليابان أقول أنا بصلي مثلا، هل هم يفهمون هذا النقطة نفس الغرب؟ لا، هم يفهمونها لأن طريقتنا نوعا ما متشابهة بالنسبة لهم، أنهم مثلا قبل دخولهم المعبد هم لازم يعني يغسلون إيدينهم يمين ويسار ويتمضمضون بالحلج بالماء. أوكي. فأنا لما أتكلم إن أنا بتوضى قبل الصلاة أكون طالع وياه، فعندهم مسألة التطهر هذه عندهم فاهمينها. أوكي، أنت تبي ماء لأن قبل الصلاة، فهما عندهم قبل المعبد لازم تلقى حوض ماء نظيف حق الوضوء، أقدر أسميه الوضوء بالنسبة لهم. طبعا مختلف الوضوء بالنسبة لهم، بس الفكرة مسألة التطهر في الماء هما يفهمونها. ها، أنت تبي تصلي، لما أقولهم أبي ماء يفهمون بعقلهم الباطن إنه هو يبي يتطهر، لهم يدي يمين ويسار ويتمضض وكل شيء. حتى واحد سألني قال لي إحنا ما نشرب الماء، أنتوا تشربونه؟ قلنا لا. قلت له لا، شوف في تقارب يعني. يعني شوف، من شاي دخلنا إلى شعائر دينية. خل يعني الدين شيء مهم بالثقافات بحق الشعوب بسرعة، بحكم يعني بحكم سفراتك اكيد صار عندك احتكاك بالديانات مالتهم. شنو الديانات اللي موجوده بالدين باليابان؟ هم بالدين مو متمسكين في الدين نفسنا احنا كمسلمين، يعني ما يعتبر عندهم شيء اساسي يعني. لكن هم عندهم الشنتو اللي هو الدين الاساسي عندهم، ودشت معهم البوذيه، بس البوذيه مختلفه عن دول اسيا الثانيه، واندمجوا مع بعض طلع لهم الدين المشترك يعني. فهم عندهم من مسألة الاحترام الأشياء، مثلا إن كل شيء موجود فيه فيه روح، مثلا مكتبة فيها روح، الكوب فيه روح، فأنا لازم أعامله بطريقة صحيحة يعني، أو لازم أهتم بطريقة صحيحة. عندهم شيء يعني من الأدبيات، إن مثلا لما استعمل مثلا ميدالية معينة فيك، لما استعملها مدة سنة وميدالية جميلة وكذا وخلصت منها، لما أبرميها عندهم أدبية لازم تقول لها شكرا يعني إن كانت وياك هالسنة. إرسال فاضي والله. هم يعني يهتمون بالتفاصيل هذه، هذا اللي يخليهم نوعا ما يمكن يهتمون أكثر من ناحية النظافة الأثاث، من ناحية المنازل الشوارع، لأن ينظرون إن كل شيء موجود فيه نظرة دينية. نظرة دينية، أنا لازم أهتم في النظافة والطهارة وجمالية الشيء، لأن كل شيء له يعني روح نوعا ما معين عندهم. هل في تقبل، هل شفت في تقبل بالإسلام بالمجتمع الياباني؟ في تقبل، وفي مسلمين، وفي جهات يعني في مساجد في اليابان، والمطاعم الحلال الحين زادت بشكل كبير يعني. يعني من أهم المشاكل اللي كانت في البداية كانت المطاعم الحلال، الحين بالعكس تحتار أي مطعم تأخذ يعني. يعني موجود عندهم العربي، الآسيوي، الكويتي، يعني الخليجي معناه صح، الشامي، الإيراني، يعني الهندي، كلهم يعني في مطاعم مختلفة يعني عندهم. فمفهوم الحلال صار عندهم أكثر. فاهمين الفكرة، فاهمين يعني هذا الموضوع، لأنهم أساساً عندهم دينهم يعني عندهم متدينين يكونون فيجيتيرين نباتيين، فعندهم مطاعم نباتية إحنا نقدر نأكل منهم. الله يزيد النعمة، يأكلون توفي كنا. توفو. توفو. بميسو سوب. لا بالعكس لذيذ يعني. يا رجل صلى على النبي، كان لما يشفونه وكان هذا يعني، لما رحت من المصنع من هناك قلت لهم أنا ما أقدر أكل أي شيء، فكان يعطونه نباتي. اول شيء بالاكل بالشوربه كان حلو، بس مرات لما يكون بروحه يعني بروحه استغفر الله، طعم مختلف عن المذاق العربي يعني. يا رجل بطاري الاكل، الاكل الياباني مني غير عن الاكل الياباني منك. طبعا لان عندنا مو ياباني. انا اذكر ربع لما عزمتهم هني وديتهم مطعم ياباني، قلت لهم ها شنو بعد ما طلبنا صحون يعني، قلت لهم شنو شيء ياباني؟ قالوا ولا بس الشوربه بس. الله اكبر. يعني كلها كان مو ياباني، يعني نخلط، احنا نحط مايونيز ونحط صلصه حاره ونحط امور عشان يتقبلها يعني ذائقه العربي يعني يتقبلها. انا نحب البهارات يعني، يمكن مو مستوى الهند مثلا، بس احنا كدرجه ثانيه مقارنه باوروبا احنا بهاراتنا اكثر، اليابان بهاراتهم اقل، وهذا ترى يعتمد على الصحه. هذا نفس ما ذكرت انت ليش المعمرين عندهم اكثر، لان الاطعمه عندهم صحيه اكثر، ما فيها بهارات، ما فيها ملح. شنو الاكلات اللي منا في يعني اكلات حلوه فيهم؟ عندهم الاودون يعني، عندهم الشعرية، عندهم السوشي، عندهم المعجنات جدا ممتازة عندهم في اليابان، لأن اليابانيين ما شاء الله يحبون شيء الفريش يعني. هذا التشيز كيك، التشيز كيك يعني عندهم. طبعا الرز يعني شيء أساسي، الأسماك، المأكولات البحرية، في عندهم يعني اختلاف في الأطعمة، بس دائما هم ما يميلون للمالح أو الحالي. أوكي. يعني تلقى يعني حلو حق كبار السن، لو تأخذ معك أبوك أو شيء أو أحد من الأهل راح يرتاح نفسياً هناك، ما في سكر، العيش يعني ملبوش يعني، يعني يكون مريح بالنسبة لهم، الخضار دائماً طازجة. إحنا هني نحب له أكثر السكر، زيد بهارات، زيد الحالح، يزيد فيسبب يمكن لما يمرون هني شوي أنا لاحظ أنهم شوي يعني ما يقدرون يكملون الصحن، هيقولوا لي مثل طعم جداً قوي خلاص يعني، يمكن أول
هذا بالعكس باليابان لما تروح الكافيهات لما تطلب نكهة معينة مقارنة في القهوة مثلا هنا هم يحبون يحطون نكهة بس مو اللي تطغى على القهوة، تظل قهوة تستمتع في النكهة هذه لين النهاية. هني عندنا يمكن لما تحط الطعم القوي مثلا كراميل مثلا شكر كله تحس شكر. اول شيء لذيذ بعدين تحس انه خلاص تنغث يعني خلاص سجلتها يعني. إيه فهم عندهم المقدار هذا انا اعتبر انه موازنه شيء جميل. اكله شعبيه من ناكل لاحظ يعني ليش قاعد اسالك بالسوالف هذه الناس ممكن قاعد تقول لي اسئله بديهيه لا احنا اللي نشوف احنا يمكن اليابان السياحيه انت تقريبا شبه عايش يعني عرفت شلون لو تجمع الوقت اللي قاعد تقضيه بسفراتك انت فكرتك راح تصير فكرتك مو سياحيه كثر لا والله انت اندمجت بالشعب الشعب منك شنو اللي يعني اكل اليوم مثال يعني. والله هم مطاعمهم مختلفه واكلاتهم ما شاء الله متنوعه يعني صدق ان كمياتها تكون قليله بس ان اعتقد ان التنبوره عندهم والودون والسوشي هذا يعني اكثر الاشياء اللي اشوفها دائما يعني يطلبونها هالامور يعني تكون متنوعه لكن يحبونهم الرز اكثر شيء يعني العيش. هل التنبوره نفسها اللي موجوده عندنا بالمطاعم؟ لا الزيت مختلف يعني هنا احسها شويه ثقيله يعني هناك ما تحس كأنها مغلينها بماي أو شيء فتحس إنها خفيفة هني شوية يعني أثقل بالنسبة يعني مقارنة باللي هناك بس منو الذي يعتمد على ذائقتك نفسك يعني. أكيد تسوقت أنت باليابان أول كلمة لو تجيب طاري اليابان غالية شنو نصائحك على الموضوع وشو كان انطباعك عن السوق؟ شوف اليابان أكثر الصورة النمطية عندها إن هي غالية هي ما طلعت أبث يعني هي ما في دخان من غير نار هي فعلا غاليه بس متى كانت غاليه لما كان الخليج رخيص كانت الاسعار شويه يعني اكثر الناس خذوا المعلومه هذه من الناس اللي سافروا ايام الثمانينات التسعينات كان المبلغ بسيط عندنا هنا تقدر تروح فيه مثلا تشتري فيه بكميات كبيره الحين الاسعار ارتفعت عندنا فمقارنه في اليابان اشوف ان الوضع طبيعي. طبيعي جدا يعني مقارنه بالخليج يعني في اليابان ارخص من كم دوله خليجيه من عندنا. انا شنو ترفست لما رحت من هناك اشتريت لما شفت شغلات ميد من باكستان وميد من هذا بغيت اشق هدومي من الحر قلت انا باليابان يا رجل ليش اشتري هالسوالف هذه شنو الاماكن اللي تبيع منتجات يابانيه وشنو افضل المنتجات من هناك غير المعدات الالكترونيه اهم نقطه باليابان اللي سافر اليابان لازم يدرك شيء ان اليابان فيها قانون صارم ضد التقليد فباي شيء حتى لو تشوف كشك صغير يبيع ماركه معينه تستغرب تقول هذا لا مو اصلي لا اصلي حتى لو يبيع لك جناط او عزك الله جواتي ماركات عالميه المكان صغير كشك صغير تحس انه مستحيل يكون اصلي فعلا اصلي فعشان كذي تشوف انه سعره غالي هذه اهم نقطه. النقاط الثانيه اللي هي تكون ماركات عالميه يعني تكون ماركات يابانيه بس اليابان بدات تتصنع في اراضي ثانيه عشان ارخص مثلا شوف انها صنعه في الصين او ماليزيا او تايلاند لكن منتج باناسونيك او منتج مثلا ياباني او منتج سوني بيكون ارخص بس بمعايير يابانيه مو شرط يكون صنع في اليابان انه هو فعلا ياباني لا ممكن يكون صنع في دوله ثانيه لكنه رخص العماله اي رخص العماله الارض الاجار المصنع وهالامور لكن اعتقد ان بعض الملابس وبعض المأكولات عندهم والأمور هذه الشغلات الأنتيك تكون صناعة يابانية داخل اليابان. أنا في سؤال كان يعني أمانة شغلة كنت مسويها جبل فوجي أول مرة رحت له شنو عطنا تجربتك له؟ جبل فوجي يشوف هو صنف عالميا يعني كأجمل جبل في العالم ليش؟ لأن قالوا لنا العلماء لما صنفوه هذا إنه هو متوازي الأضلاع ما حوله جبال وفوقه ثلج عشان كذي اليابانيين يسمونه فوجي سان يعني السيد فوجي احتراما له يعني نفس ما ذكرت لكم يشوفون الأشياء لها أرواح فيعتقدون أن جبل فوجي كأنه يعني رجل كبير وحارس للمكان اللي هو فيه فله احترامه وتقديره. المناطق اللي حوله كان هو طبعا معلم من معالم اليابان لأنه ارتبط بذاكرتنا نفس ما ذكرت في الأنمي يعني جرين ديزر لازم يمر عليه ولازم تنتهي الحلقة عن جبل فوجي فصار حتى احنا عندنا حلوة ترى والله صار عندنا احنا حنين وألفة للمشهد فكانت أول رحلة لها يعني صراحة كان جيدة كانت يعني مع صديق يابان يعني كان متعرف عليه بالإنترنت وكان يدرس لغة عربية. هل تعلم أن قمة الجبل مملوك لشخص واحد؟ لا لشركة؟ لا ما أعلم هذا الشيء. انصدمت لما عرفت السالفة. نروح نشتريها من المشكلة. والله قلت الزبار يصير. لا يعني إن صداقاتك مع الشعب الياباني شلون تعرفت على الناس هذه يعني ادري بالانترنت في اشياء مختلفه في مثلا في ناس كانوا يعني يشتغلون هنا وتعرفت عليهم لما سافر اليابان يعني تعمقت علاقه الحين صار لنا اكثر من 15 سنه مثلا شيء او ما شاء يعني الله وفي ناس لا تعرفت عليهم بالانترنت مثلا ايام قبل مثلا كنت اسن على اليابان كان في منتديات كانوا هم دارسين لغه عربيه صديق بالمراسله في اشخاص بالانستغرام وفي اشخاص سبحان الله يعني طلعت صدفه يعني انا كان عندي بوست اعلم الاساسيات يعني مثلا
اليابانية، فكنت أحط الكلمة اليابانية وتحتها عربي عشان أبين لهم، عشان ففي مثلا أشخاص مثلا يابانيين دشوا شافوا ياباني عربي فتعلموا العكس، تعلموا الكلمات هذه بالعربي. أوكي. فدخلوا علي وقالوا لي إن الفيديوهات استفدنا منها وكذا، وتعرفت عليهم وطلعوا مهتمين باللغة العربية وتعمقت العلاقة، وصارت يعني الأصدقاء يكونون يعني أحيانا يعني بالصدف تكون يعني ما يكون في مكان مخطط لتصادق. سؤال جدا قريب الحين، أنت رحت اليابان وصادفت أو وعدت رفيجك الياباني، شنو الشغلات اللي تسوونها مع بعض منك يعني؟ والله هم أكثر شيء يعني يهتمون بالضيافة، هذا أهم نقطة عندهم، يعني إنه لازم نضيفك مطعم بالبيت، وأنت بتروح باكر يروحون معاي يتمشون معاي، خاصة إنه يكون من زمان مثلا مو شايفني أو شيء، فتكون في يعني الأحاديث مشتركة، وأستفيد منهم كثير بالمسائل الشرح. مرات لما ديش متحف حس في نقطة يعني مو فاهمها، يعني نفس مثلا متحف هيروشيما شدني، ما أدري إن رحت أنت متحف هيروشيما؟ لا للأسف. يعني هذا يعني لازم متحف أحس إن البشرية كلها لازم تزوره. ليش؟ لأن في كارثة إنسانية صارت، وتشوف أنت المآسي اللي صارت بالسلاح القاتل اللي استخدموه، يعني أعتقد أن مهما كانت الحرب لازم ما استخدم هذا السلاح، لأنه يكون ضرر للأطفال وللطبيعة والبيئة الأرضية اللي تحت، والأرض نفسها تضررت من هذا. لكن اللي شدني أني أول ما دخلت المعرض كان في لوحة كبيرة في المدخل، الشيء الغريب أنه كان اللوحة ما لها علاقة في اليابان، اللوحة عبارة عن جمال راكبينها نساء لابسين عباية وبرقع. شنو العلاقة؟ ما لها أي علاقة بهيروشيما ولا اليابان، وإلى الآن موجودة في المدخل. فاستغربت يعني شيء عربي رسم لوحة فنية يعني مكان جدا ما له علاقة خطأ يعني. فسألت شنو المعنى؟ المعنى طلع أن اليابان لما سقط عليها القنبلة الذرية، في بعض العلماء قالوا أن 70 سنة تحتاج اليابان عشان تظهر النباتات فيها. طبعا الكلام طلع مو صحيح، سبحان الله الأرض تعالج نفسها بشكل أسرع، طلعت النباتات بعد 3 شهور. سبحان الله. فقالوا اليابانيين نحن نحتاج إلى صبر قوة علشان نقدر نبني نفسنا، فلاحظوا ان كان العرب عندهم شيء اسمه قبل طريق الحرير، وكان صعب جدا، ولكن كان يعني حتى النساء كان في يمشون، وكان الارض قاحلة ما فيها زرع ولا شيء، وبالنهاية كانوا يوصلون الى هذا الشيء، فحطوا معلم لهم كلوحة ان احنا نستفيد من هذه الرحلة بالصبر. ف حسيت في القرب يعني. دقيقة وجه الكاميرا علي، طبعا هذه رسالة حق الزقيري، شفت شلون احنا نعلم الشعب الياباني. فهم استفادوا من هذا الشيء يعني امانة، ففي التقارب الاخذ هذه الامور يعني شيء حلو يعني يحسسك بالفخر يعني. شوف انا لو انا ياباني مو قصدي شيء، بس راح اتوهق فيك لان ما شاء الله انت عارف الثقافة وعارف كل شيء، فشنو الشغلة الجديدة ممكن اعلمها لك انا؟ هذا اللي لا بالعكس، انسان كل يوم يتعلم يعني، يتعلم من قعدتنا هذه يتعلم اشياء. اذا انت تتقبل انك تتعلم. نعم. في ناس لا خلاص انا مو راضي اتقبل اني انا اتعلم. عشت سخيفة. اذا انت فتحت الى شيء يعني ممكن يكون مو شرط يكون فكره ضاره، بس الى فكره مختلفه قد تفيدك. يعني العلماء قبل العرب شلون طوروا العلوم والكيمياء والامور؟ لان لما انفتحوا اكثر اخذوا العلوم من الاغريق والرومان، نقحوها، شالوا الاشياء اللي احنا ما نحتاجها اللي فيها ضرر لنا، وخذينا الشيء اللي احنا مستفيد منه. هذه نفس الفكره اللي انا اتمنى واحاول اني اوصلها، ان احنا ناخذ من اليابانيين الشيء اللي يفيدنا. ادري عندهم سلبيات، تبينا نبحث بالسلبيات ونضيع وقتنا احنا ندور بالسلبيات، راح نبحث بس ما نستفيد شيء فعلا. فاحنا نبحث عن الشيء الايجابي عشان تتجنبها اذا عرفنا السلبيات نقدر نتجنبها. بالضبط، احنا ما ننجرف لهذا الشيء، ما ناخذ الشيء كامل بعيوبه ومزاياه، لان احنا الله وهبنا قدره التفصيل. فانت لما تحاججني تقول عندهم سلبيات، خلاص خلي السلبيات لهم، لا تضيع وقتك عليها، شوف الشغل، لا تبحث لهم، لا تصرف فلوسك تبحث عن هذه الاماكن، لا تروح تصورهم، لا تنشرهم، روح انت الايجابيات، تعلم منها، ثقف منها، شنو تقدر تاخذ منها، وايضا انت فيد. انت لا تصير انسان مثلا يعني شخص بس تاخذ متلقي، حاول انت اذا لقيت ان فرصه موجوده في سفرك في اليابان او شيء انك تعطي قيمه عربيه اسلاميه، حاول انك توصل هذه المعلومه، حاول انك تبين لهم ثقافتنا. شنو المعلومات اللي وصلتها حق الشعب الياباني او القيم اللي وريتها؟ احنا متشابهين اكثر من اللي انتم يعني تعتقدونه، واحنا مختلفين عن الغرب اكثر ما انتم تتخيلون. شلون يعني؟ هم يتخيلون ان احنا نفس الغرب مثلا، ان احنا ما نفهم مساله ان هم باليابانيين عندهم مثلا زوجه ممكن تعيش مع اهل زوجها. احنا انا بينت لهم ان احنا عندنا نفس الشيء، فهم يشعرون بشيء غريب يعني، شلون انتم تتفاهمون بهالشيء؟ عادي يعني مثلا تعيش عندكم ايه؟ هم عندهم مساله مثلا الاهتمام بالاطفال، يعني لازم نهتم بالاطفال. عندهم مساله الغرب ان احنا لا ما لنا علاقه، وان الولد يعتقدون ان احنا عمرنا 18 سنه نطلع من بيت اهلنا ونسكن بحالنا. طبعا هذا وصل لهم ان هذا الشيء خاطئ، احنا ما نقبل بهالشيء. عادات مشتركه بينهم وبينهم شنو؟ مشتركه كثيره يعني، عندنا مساله مثلا من البدايه للنهايه، خلينا بالماضي مثلا، هم ينامون مثلا الغرب، انا شفت دراسه غربيه يستغرب ان شلون الاب والام ينامون مع اطفالهم.
يعني هم عندهم الغرب انه من كان صغير يحطوا له غرفه لحاله فعلا ومفصوله. هذا موجود عندنا احنا الدواشق اللي نحطها في الارض. مساله هم عندهم ايضا بالبيت الدوشك، اذا زار احد ملازم سرير يحطوا له دوشك في الارض. فانا لما ازور مثلا احد من اصدقائي اليابانيين يحطوا لي دوشك في الارض، شيء احس اني كاني قاعد ديوانيه واحد من ربعي عادي يعني، ما احس استغراب عن شلون نايم على الارض يعني. في هذه الشغلات ايضا عندهم مسائل الزواج والعلاقات، انه لازم انا اكون قريب من زوج الام زوج الاب. مساله مثلا الولاده مثلا استغربت منها، يعني هم عندهم، احنا عندنا الولاده مثلا تروح البيت اهلها 40 يوم عدل. هم عندهم تروح تقريبا 35 يوم. أوكي. فهذا شيء مشترك فينا، فنحن نفهم الغرب ما عندهم هذا الشيء. فبين لهم هذه الامور ان احنا ايضا يعني احترام الضيف، عندنا الكرم، عندنا احترام الوقت. من اهم النقاط اللي عندنا احترام الوقت احنا كعرب كمسلمين، انا وصل لهم انهم يقولون ان الغرب ما يفرق معهم دقيقه، ما يفهمون احنا ليش لما نوعدهم بسبع وربع لازم يكون سبع وربع، ليش يمرون؟ احنا طبعا احنا مو ملتزمين يمكن كفئه كبيره. عرفت يوسف مره ثانيه تعال بالوقت مو متاخر. فاحنا اقدر اشبهها لهم ان احنا كدين مهتمين في الوقت. يقول لي عطني دليل شنو؟ اقول له الدليل الصلاه، ان يوم الصلاه مثلا صلاه العصر اذا كانت 3 دقيقه باكر تصير 3 دقيقتين، باكر ما تقدر تصلي صلاه 3 دقيقه، دقيقه فرقت ما راح تقوم صلاتك. نعم. لان تقويم الصلاه تغير. فاحنا كدين مهتمين بالدقيقه ب60 ثانيه، فاحنا قريبين نفسكم، احنا عندنا قدسيه للوقت نفسكم. الصلاه كل يوم تتغير، الافطار كل يوم يتغير. اذا اليوم الافطار 6:30 وانا باكر صار 6:31، اذا باكر افطرت 6:30 نفس اليوم فصيامي باطل. ليش؟ لان 60 ثانيه اختلفت معي. فاحنا عندنا ممكن نكون اكثر منكم احترام للوقت، فعشان كذي هم ينبهرون بالثقافه الاسلاميه والعربيه. في ايوه على نفس نفس النقطه هذه، في هم شغله انت شرحت لهم وانبهروا فيها الحين يعني من ثقافتنا. اكثر شيء يستغربون العلاقات بين العلاقات الاجتماعيه بيننا، يعني لان هم عندهم مفهوم غربي ان هذا الشخص يونت واحد الحاله. يعني انا اعرف، يقول لك انا اعرف فلان في كندا، اعرف فلان في امريكا، يعرفه بروحه. يقول العرب لما تعرف عليهم أهلهم بطوايف، إيه يعني عائلة وأمة تتصل عليه ويتصل على الأهل وعنده صورة ويوريهم عائلة، يقول أحس أنكم في تقارب نفسنا. أيضا لما تزوره أنت تشوف يعني صورة الجد والجدة واحترامهم والأبو والابن واحتفالاتهم، لازم الجد يأتي مثلا بالولادة والجدة عندها طقوس معينة حق البنت لما تولد، يعني عندهم شغلات أنا أفهمها يعني. فهم يستغربون العلاقات، في أكثر شيء يستغربون منه أن احنا جدا مختلفين عن الغرب. هما يعتقدون ان العالم قطبين يعني ياباني وغربي يعني. فهذه الامور يعني يمكن هذا المشكله اللي عندي. ذكرتني بقصه قصيره يعني إيه؟ اللي هو كان في احد المبتعثين الاصدقاء كان يعني الله يذكره بالخير من السعوديه، فقال انا كنت ادرس في اليابان، فيقول كنت ادخن في حديقه عامه، فعندي شخص شايب كبير ياباني فقاعد يطالعني يقول انا خلصت، فرميت الزقارة يعني عادي يعني. اليابانيين يرمونها ترى في المكان. فهو بس انه هو يعني استنكر ان انت مو ياباني ليش تسوي هالشيء. فقال له انت امريكي او يعني هم عندهم العالم صيني او امريكي. قال له لا مو امريكي يعني. قال له لا انت امريكي. شو قصب انت امريكي لان انت مو ياباني دام رميت فعندهم الفكرة انت ما عندهم عربي يعني اجنبي، عندهم انت خلاص غربي تكون بهذه النقطة. فهو يقول انا حاولت اشرح له وبعدين بينت له ان احنا عرب اختلافاتنا، بدا يفهم ان انتم فعلا منفصلين يعني عن العالم، يعني عرف ان احنا منفصلين عن الغرب. هذا يمكن يكون عندهم عيب يمكن من الاعلام الموجود ان احنا مقصرين يعني من ناحيه التعريف في انفسنا كعرب مسلمين. يعني هم ياخذون اعلامهم كله من الغرب، فخلاص ياخذون عنك الصوره النمطيه، بس انت لما تروح هناك لا تاخذ كل شيء، انت عط بعد عط فكره عن بلدك، مجتمعك، ارتباطاتك، علاقاتك، ادبك، احترم الوقت هناك. وصل لهم ان انت انسان محترم في الوقت، وهم يستغربون انت ليش تحترم الوقت، والله احنا مسلمين شيء نحترم الوقت. فتعطيهم صوره خليك ليه. خليك سفير دينك، خليك سفير بلدك، دينك، لتربيتك، لاخلاقك، حتى اللي يعني لعائلتك هناك اللي يحكمون عليك، لانهم ما عندهم انطباع جيد، يعني ما عندهم انطباع اولي يعني عن العرب، ما عندهم فكره الكلام اللي قاعد يفهمهم. فانت تكون رسول يعني لمجتمعك نفسه. فوصل طريقه زي هل في جاليات باليابان؟ شفت يعني جاليات واضحه يعني مثلا لو تسافر اماكن بالغرب باوروبا تشوف مثلا تشاينا تاون ولا تشوف اخواننا في عندهم نفس المناطق عندهم، عندهم يعني منطقه للصينيين، في منطقه في عندهم جاليه هنود كبيره بعد عندهم اي. بس انا لما اقول لك كبيره بالنسبه انك تلاحظهم كاجانب، بس مو بالنسبه لليابانيين. يظلون اليابانيين يعني اتوقع يمكن 90% من الشعب، فالوافدين اللي عندهم المقيمين اقل بشكل كبير، وعندهم شروط يعني هذا اللي يخليه ما
ما يندمجون يعني. يعني أنا أشوف كوبي ما بعد ثلاث أسابيع اكتشفت المطعم فيه شايب ولده بس. ويا رجل لميته من المناسب لأن الأكل الأكل من هناك كان تعيس جدا يعني. يعني على حسب تجربتي يعني. بطوكيو هل الموضوع أكبر من كذي؟ أكبر لأن يدخلون معهم السياح ويدخلون معهم مبتعثين ويبقى دارسين ومنتدبين الشركات الأجنبية، فراح تلاحظ فيه أجانب أكثر في طوكيو إن هي كعاصمة يعني راح تلاحظهم، بس مو شرطهم كلهم مقيمين يعني يكونون لا، وغير اللي يدخلون كقائمة متزوجين باليابانيين وكذا والظروف اللي صارت لهم، ففي جالية لكن الأكبر تكون في طوكيو. طبعا عشان لا تتوهق نفسي دش على كام سعد الهاجري وشوف الأماكن وين المسلمين يأكلون فيها وين يروحون. في جانب طبعا ما قطيناه للحين هو جانب الرياضي. عرفت شلون؟ هل دخلت إيفنتات رياضية؟ هل في رياضة استوتك باليابان؟ يعني بدام أنت ذكرت الأنمي أنك نجست الكاراتيه يعني ممكن هو الممثل الرئيسي لليابان يعني. حضرت أمانة يعني بعض يعني الدروس اليابانية هنا مع زملاء يعني كانوا يعني أي ستايل؟ يعني كان الكاراتيه العادي يعني كان اي يعني تقريبا انا امانه ما اذكر شنو كان التصنيف بس انا حضرت الحلقه يعني كانت القتاليه وكذي. فهم بعد اللي جذبني اساسا في هذه الرياضه ان مدرسه المدارس اللي عندهم يعني صرح المدرسه الموجود في اليابان مو يعني ما يعتبر مدرسه انتهى دوامها تتسكر لا لها دور ثاني دوجو. بالليل تتحول الى شيء ثاني تتحول الى اي صالات مثلا فنون قتاليه نوادي الكبار السن فتلقى المدرسه حتى بالليل كمبنى مستغل. فاتذكر لما يعني حضرت هذه الدروس اللي هم موجودين فيها يعني غريب ان حتى بالمدرسه لما زرت المدرسه انا زرت مدارس في اليابان عندهم حصص كاراتيه يعني حصه احنا عندنا مثلا بدنيه بس هم عندهم لا حصة كاراتيه حصة سباحة حصة كذا لا معود هذه الفنون القتالية يعني موجودة عندهم وهذا الشيء يعني يعزز هذا الأمر يعني من الرياضات يعني عند اليابانيين نفسهم أعتقد إنه يعني خاصة بالمدارس أكثر شيء اللي أنا حضرت يعني كرياضات موجودة عندهم يعني كانت في المدارس مسابقات هذا اللي خلى مسألة الحصن تطلع برنامج أوكي ويحبون مسألة المسابقات الرياضية أكثر من التنافس يعني. المسابقات راح ندخل عليها بعد شوي بس على طاري الفنون القتالية حضرت من هناك كلاسات حق سبميشن جرابلينج أو جوجيتسو برازيلي من هناك يا أخي في انقهرت من التنظيم ما شاء الله شيء حلو مرتب جدا تدخل بسلتك حق الهدوم صح. وتطلع فيها تساعد بالتنظيف اخلاقيات جدا حلوه صح. بس شويه اللي يمكن مو ضايقني بس انه شيء هرميه وايد ان اللي ماسك كلاس والطلبه المتقدمين وهذا يعني قلت ان شاء الله مو حتى بالنادي تصير يصير الموضوع كذي. هل لاحظت ان الشعب مهتم بالسوالف هذه الفنون القتاليه بصوره عامه؟ هو يعتبر رياضه عندهم يعني متعارف عليها نفس كره القدم مثلا عندنا نوادي عندنا فما يكون شيء مميز بس هم عندهم ان فكره ان شيء جميل ان انت تكون لازم تكون عندك يعني كلاس معين يعني سواء كان رياضه موسيقى لازم هوايه لازم هوايه لازم كل يعني عندك حصه بالاسبوع شيء يعني عندهم شيء غريب ان انا اروح دوامي وارجع او انا اروح دراستي وارجع لا لازم يكون عندي كلاس مثلا والله داش بيانو عندي كل اسبوع اروح مثلا لغه انجليزيه كل اسبوع اروح كاراتيه اروح مثلا تنسيق الزهور لازم يكون عندك مجال ثاني يشوفونه نوع من الشخص المثقف يعني شو الرياضات المنتشره حسيت انه لا والله يعني انا انصدمت لما عرفت ان عندهم بيسبول طبعا بشكل خيالي موجود عندهم يعني محبينه يعني بشكل انا اشوفه يمكن اكثر من امريكا يعني البيسبول عندهم رياضات على البيسبول مسابقات انميات مانجا كل الامور هذه نصف كلها بطل نصف بطل يعني من عندهم يعني البيسبول شيء قوي وايضا الرياضات القتاليه يعني اللي هي سواء كانت الكاراتيه او الامور الثانيه كلها هذه اكثر رياضات ويحبون بعد السباحه لاحظتهم هم يحبون رياضات السباحه المائيه يمكن كونها ارخبيل مائي اي ممكن يعني ممكن منطقي لها علاقه يمكن بالتراث يعني السباحه لكن اشوف ان المسابح عندهم ورياضه السباحه منتشره بشكل كبير. حرني وقول انك دخلت بطوله سومو او لعبه سومو. دخلت كانت في منطقه اسمها ريوغوكو وكان في يعني بالصدفه سكنت بالفندق اللي يم الاستاد هو طلع اشهر مكان اللي هو ريوغوكو وأمانة وفقت يعني أول يوم ما يعني من باب الفضول يمكن لأن لو ما كان يمي ما سعيت لهالشيء بس إن يعني أول يوم ما حصلت تذكرة ثاني مرة حصلت تذكرة يعني. سعد لحظة بلحظة لأن أنا ميت وندش خاصة بعد الحين شفت مسلسل اللي بنتفليكس اللي مال السومة طبعا يعني شيل كم شغلة لهذا
انت ش... لا لا لازم تعيش الاجواء. لا جد والله لا حلو هي كانت تجربة حلوة. انا قاعد اقول لك انا اشياء كثيرة عندي مرتبطة بالحصن فلما شفتها ما ادري حسيت بالحصن يعني مسألة التدافع وكذا. بعدين انا اكثر شيء يعني استغربت اللي هي مسألة الهدوء، مع ان كنا ازدحام كبير داخل الاستاد مالهم، هدوء حتى الصوت القدم يعني او التدافع او زلقة الايد او الرجل يعني تحس فيها تسمع الصوت لو انت بعيد، لان في هدوء يعني الهدوء يخليك تتحمس زيادة كأنك تترقب هذا الشيء. مسألة التدافع بينهم القوة يعني، يعني كنت أعتقد أن مسألة الأقوى هو اللي يفوز، أعتقد بعدين اكتشفت أن مسألة التكنيك هو الأهم. لا ترى وايد تكنيكال، ترى وايد تكنيكال. إحنا يعني يمكن ما أدري بهذا الموضوع، لكن لما شفت المشهد عرفت أن السرعة المناسبة، المكان المناسب، الالتفاتة المناسبة، ممكن أن أنت تقضي على خصمك أكثر من أن تكون أقوى منه يعني. يعني خاصه ان هي لان في اشخاص كانت بنيتهم اقل يعني أيوة وفازوا يعني الناس اللي ما تعرف ان يمكن اللعبه القتاليه الوحيده اللي ما فيها ويت كاتيجوري. ايوه بالضبط، يعني على واحد وزنه 70 يلعب مع واحد وزنه 150. بس احنا ماخذين الفكره ان لا لازم يعني يكون متين او وزنه زائد علشان يفوز. لا هو اكيد وزنه متين، بس انه ترى وايد وايد يتعبون وايد يعني. يعني اذا واحد يبي يشوف طريقه التدريب يمكن افضل صوره نتفلكس يابوها ترى اون بوينت يعني مع التحفظ على نتفلكس ولا هذا. قطينا والله وايد شغلات، بس نرجع للحصن. ايه نرجع للحصن. منتشر عندهم باليابان الحصن كبرنامج يعني. ايه. لا برنامج يعني يعرفونه كبرنامج قديم يعني، ترى هو صور يعني ليه اول التسعينات بعدين توقف. كان اسمه تاكيشي جو. ايه. كان يعني طبعا حصل على شعبيه يعني كبيره في اليابان، لكن كانت في فتره تعاقد معين وخلص البرنامج. هذا البرنامج وصل لنا عاد احنا، وهذا يمكن اول صوره اشوف الياباني الحقيقي مو الانمي. أيوكي. يعني الحياه اليابانيين انفعالاتهم شلون يحيون لما يقولون جامباري ماس، يعني حسيت ان في اشياء يعني فعلا متشابهه بالانمي موجود كشخصه، يعني خلاني اؤمن ان هم دائما في كلمه دائما انا اصححها يقولون اوف اليابان نفس الانمي. لما رحنا اليابان شنها انمي، الانمي شنها اليابان، لأن هم صوروا الأنمي عليهم. هل انفعالاتهم صدق يصير يكمل الواقع؟ أي صحيح، أي يعطونك الانفعالات، لأن هم عندهم حتى في التعامل معهم هم عندهم إنه مو صح إني أظل ساكت. يعني إحنا عندنا يعني خلينا ندش شوية في الحياة اليومية. هم عندهم إنه لما عندهم كلمات في اللغة تقولها ما تعني شيء، بس إن أنا معك. يعني لما تسولف مع واحد ياباني تلقاه هو قاعد يسمعك لازم يهز راسه أو يعطيك انفعالات او يقول لك انا اوتو قاعد يفكر، حتى طريقه التفكير يقول لك ان انا قاعد افكر يعني عشان قاعد عندنا بنبي هذا. بس احنا عندنا ممكن لا، يعني تلقى الواحد يطالعك وانت تسولف، فصار عندنا ثقافه اللي اسالك اقول انت معي، تقول لي اي انا معك، بس ليش انا سالتك؟ انا حسيتك مو معي، ما في اي رياكشن من عندك. فهم قضوا على هذا الشيء، ما يكون احيانا سالفتك مهمه يعني. انا مرات اسولف اشوفهم مندمجين عبالي سالفتي كلش مهمه طلع لها. هو طلع هو بس يعني عاده عندهم يسلك لك. فانا اعتقد ان الموضوع اللي يتكلم فيه مهم يطلع هو يطلع، بس ترى نوع من الاحترام يعني. هذا قاعد اعطيك قاعد اعطيك اهتمام يعني، عرفت؟ واعتقد شغله جميله هذه. بالضبط. ايش كنا نقول؟ والله نسيت. اي البرنامج حسن عطار المسابقات. يد فترة كان يحطون برامج مسابقات وايد غريبة. شنو أنا بنعرف شنو قصتها هذه؟ اليابانيين مبدعين أنا أشوفهم في مسألة المسابقات. وهذا اللي خلى برنامج الحصن يوصل لنا في ذاك الوقت. حط بالك إنه كان من اليابان، منو اللي يشتري ويدبلج ويسوي ويحط؟ كان موضوع الضجة اللي سواها. هم عندهم الأفكار دائما تدخلها شوية كوميدية بالموضوع، فانت تطالع المسابقه بالتلفزيون يعني تستمتع وتضحك، تحس انهم عندهم افكار غريبه. يعني لما يسوي لك مسابقات شكل لازم انت تدخل داخل هذا الشكل، لازم يكون نفسك يعني، او مساله الصابون ولازم تصعد فوق وبدون لا تتزحلق، فيها مساله فكاهيه. بس مرات في كليبات شغلات وايد اكستريم يعني. في اكثر شغله منتشره اللي بال عذرا مشطرتين بال اللي يطيحون تحت، لا بالمكتبه اللي لا تضحك. يعني هي تضحك بس بنفس الوقت شويه مريضه نفسيا يعني. عرفت الفكره هذه؟ اللي اطقك وانت لازم ما تتحجج. هي هم يعتقدون كسر الروتين يعني. لو هو ما كسر الروتين ما انتشر هذا المشهد او ما تابعناه يعني، لان كان في فكره غريبه. ما مو شرط تكون فكره صحيحه او مريحه، بس ان الهدف انه هو خلاك انت تنجذب لهذا الشيء او هذا المشهد.
يعني هي عداد المشاهدين هذا المهم. بالنهاية تصير عندك نفس ما قلنا احنا المراقب الرقابة الذاتية، يعني هل انت ممكن تكون متملل هذا الفيديو، ممكن ما يأثر على حياتك، ممكن لا تدش في هذا العالم وياخذ وقت كبير من حياتك يصير انه في ضرر. لكنهم انا اشوف انهم في البرامج الفكاهية والمسابقات انا اشوف انهم هم جدا مبدعين في هذا الموضوع. تكلم شفت بالبوستاتك بالنينجستو والساموراي، هل في اهتمام معين بالموضوع ولا بس يعني كجزء من ثقافتهم، يعني خاصه اشتهر على اليابان الموضوعين هذول؟ شوف الـ 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 الاشياء هذه التراثيه عندهم يعني يكونون هم احيانا تشبعوا منها، فعشان كذي ما تلاحظ انهم هم مهتمين لان جزء من ثقافتهم. الساموراي نفسه خلينا نتكلم عن الساموراي، يعني نعطي معلومه عنه. انا سمعت هذه المعلومه يعني من اليابانيين نفسهم، ان الساموراي اساسا كانوا حاكمين اليابان. خلينا نفصفص شويه بالثقافه. اليابانيين شنو الساموراي، شنو النينجا؟ هل هم كانوا بعصر واحد ولا مو عصر واحد؟ هل هم كانوا مع بعض ولا عكس بعض؟ الساموراي هم حكموا اليابان، يعني كان فيهم جيدين وكان فيهم سيئين، يعني يعني اداره كانت. النينجا ظهروا كحركه مضاده للساموراي. النينجا هو عباره عن شخص يستاجر لشغلتين، يا لقتل شخص امور سياسيه او لإعادة أو سرقة شيء أخذ منك من قبل، سيف قديم، شيء إرث عائلي أخذوه منك، فأنا أجر شخص يروح البيت الفلاني في المنطقة الفلانية يأخذ لي الشغلة ويرجعها لي. فكانوا هم مقاتلين، يسمونهم مقاتلين الظلام، أو أحيانا كان هو يتفنن في أنه ترى النينجا كل تدريباته أنه هو يحاربك عن بعد. أي أوكي. ما في مواجهة بالسيف مثلا أو كذا، يعني قليلة جدا، لكن كل تقنياته عن بعد، شلون يختلس، شلون يدخل البيت، شلون يقتل ويرجع، شون الأمور هذه. فكانت مغايرة بالنسبة للساموراي. هم كانوا يعني إداريين في اليابان وحاكمين اليابان. صارت بعدين اليابان دولة مؤسسات، فدولة مؤسسات تغيرت، فأنت راح تنضم لدولة مؤسسات ولا لا؟ في جزء من الساموراي انضموا ورضوا في الدولة، فصاروا مهم اللي هي مدراء الشركات في اليابان. هل هذه فعلا صارت؟ اللي عارضوا هل فعلا صارت هذه، ان اللي في طبقة من طبقة مقاتلين الساموراي تحولوا الى صحيح الشركات اليابانية و... صاروا هم مدراء الشركات. حين لما ترجع مثلا شركات مهمة في اليابان عوائلهم ساموراي. زين واللي رفضوا؟ اللي رفضوا الإدارة ورفضوا الدولة والمؤسسات هم اللي صاروا ياكوزا. فهم أصلهم واحد يعني، لكن هذين المعارضين وهذين اللي مؤيدين للدولة ومؤسساتها. فصار بينهم، عشان كذي هم واصلين في اليابان، لأنهم أساسا كانوا يعني هذه الطبقة هي اللي بسبب أسباب تطور اليابان بالضبط. يعني على طريقة صحيح أصبح كذي وايد منطقي طبيعة الشغل مالهم. يعني لو تشوف بالثقافة اليابانية كان مقاتل الساموراي إذا فشل بشغلة ينتحر. الالتزام بالشغل والتركيز هذا نقدر نشوفه بالشركات اليابانية. صحيح. يعني هل من ربعك ناس موظفين بالشركات وهذا؟ شنو طبيعة الشغل عندهم؟ شنو طريقة هو الإخلاص في العمل عندهم؟ يعني عندهم الشيء الغريب، يمكن مو شرط يكون صح، بس عندهم إن إذا أنت جدا بين إنك تعبان بالشغل لدرجة إنك خفيت يقدرون هذا الشيء، إنه أوف عيل تعبان. راح يقدرون وايد بالكويت. إذا نمنا في الدوام يعني هذه مشكلة. هم عندهم إن نام من التعب من كثر ما ينجز عمله. فهم عندهم النظرة هذه. أيضا عندهم مسألة أن مثلا إذا الدوام أدبيا، إذا الدوام يخلص الساعة 3 قلة أدب أني أطلع 3. ليش؟ خلص دوام. لا هم يقولون يعني اشتغل شوي من عندك، يعني لازم بادر. فتلقاهم يطلعون مثلا 4 4 ونص 5، لأن يعني المدير لازم يطول أكثر عندهم، لأن يعني أنت مدير فأنت لازم يكون عندك مسؤولية أكثر، فتلقاه يطلع 6. مو إلزامي، لكن هم عندهم مسألة المبدأ يعني. وإذا طلعت أنا شنو؟ ما في شيء، بس يعني ينظرون لك نظرة إن يعني هذا شوي يعني مو ملتزم. يعني صدق الضغط الاجتماعي متفرق معي. قبل لما رحت هناك بالأندرغراوند كان في سلمين، سلم من الناس تصعد وتنزل. أنا كنت طالع أقول ليه ما بروح من الزحمة، بروح من هناك. مرة مرتين يمكن رابع مرة لقيت نفسي لا إراديا من هناك، يعني لأن لهم ذاك الموقف كلهم واحد لف علي ولا تكلم وكمل. حسيت بإحراج يعني، ما ولقيت نفسي مع كذي. أعتقد الوضع دار كذي باليابان، ضغط الاجتماعي يخليك تسوي شغلات بالضبط. أنت ممكن الضغط المحيط اللي حولك، الأعراف، أنت لما تطلع عنها ما أنت ما تحب تكون منبوذ مهما كان، سواء أنت من الشعب أو مو من الشعب. أنت ما تحب نظرة أن أنت خطأ أو أنت يعني مختلف بطريقة سلبية. يعني هما ينظرون الى مساله الوضوح في الاشياء، هذه مختلفه من عندنا. ان مساله إن انا لما اقول لك هذا السلم صعود وهذا نزول، شو اللي يخليك عقل بشري ذكي وذهني يخليك تصعد عكس التيار؟ انا حاطه
وقاعد اكلمك مخاطبك كشخص عاقل اقول لك ان هذا الصعود تروح تصعد من النزول فعندك مشكله. هذا الكسر الروتين هو الذي يخلق عند بعض الدول مو شرط عندنا ان انا اجبر الناس اعاملها كانها هي مو صاحبه اختيار احط لها قانون قاسي. انا اقول لك المنطقي يقول لك انا ليش يعني وتمشي اسرع ترى لما تلتزم. لا ادري بس انه مثلا يعني مثلا بالمثال هذا مني زحمه عرفت شلون احتمال ينقل لي مرض احتمال يعني انه اذا انا شفت من هناك وايد وايد زحمه تصير بماكن معينه مكان ثاني فاضي هو صدق اذا تنظمت السالفه ممكن تصير اسرع شويه عرفت. بس المنطق يقول اروح من هناك ولكن الضغط الاجتماعي يسحبني لمن هناك. وهذا هذه الاخطاء اللي تصير احيانا في اماكن معينه يصير فيه نسميها لما ما يلتزمون الناس في اماكن مكان مثلا مكان مشهور وعليه زحمه شوارع الكويت لا تشوف دائما يسمونها مثلا تدافع صار التدافع اللي هي العشوائيه هو اللي يخلق ان الناس تموت او يصير لها حوادث. بس لما تكون انت ملتزم وتمشي بالطريق الصح عشان كذي ما في اي مشكله. نفس عندنا مثلا احنا في الطواف في حول الكعبه ليش ما يصير في تدافع وطق وضرب لان كلنا قاعد نتجه في نفس الاتجاه. بس لو في واحد يقول بروح عكس لا راح تصير مشكله بيكون اقرب لي مثلا الحجر او شيء راح يصير في شنو تدافع ومشاكل فانت لما تمشي بطريق صح اذا كان هو مضار تمشي بطريق صح وبطريقه منظمه ومرتبه راح تمشي بطريقه صح. الصلاه لما تكون في الحرم المكي ما شاء الله مع كثره الناس شوفوا الترتيب اللي صاير فالترتيب لو واحد يقول انا بصلي قبله هني وكانت القبله هني كان راح يصير في مشاكل. بس التنظيم والمركزيه في الشيء يخلي الشيء مهما كثر العدد عمليه السيطره عليه والتنظيم اسهل وانسيابيته بالذهاب والعوده اسهل. هم يفكرون في نفس هذا النمط هو متقارب معنا ان انا احط لهم طريقه الذهاب والخروج. فتشوف العمليه لو تشوف كميه يمكن مليون شخص يمر على محطه شينجوكو بس يدخلون يطلعون بريحيه تامه لان الكل عارف وين يروح وين يطلع. بس لو خلينا الموضوع عشوائي مليون شخص بمحطه قطار شوف كميه المشاكل اللي راح تصير والتدافع اللي راح يصير. فكره ادري تكلمت انت بالموضوع وايد محطات القطار في تقدر تعطينا مختصر حق واحد الحين شاف البودكاست وما عمره عنده خلفيه بالموضوع تقدر تختصر له الموضوع او تعطيه تب عن الموضوع. محطات القطار بشكل مبسط في اليابان اهم شيء ثلاث انواع من القطارات. محطات القطارات في اليابان في شيء اسمه جي ار. الجي ار هو القطار نقدر نبسطه اللي هو فوق سطح الارض اللي يمشي اللي يمر على المدن يعني داخل المناطق داخل المدينه. وفي عندهم المترو الصبوي اللي هو تحت الارض اللي هو اندر جراوند هذا اللي تحت الارض. وفي شيء اسمه الشينكانسن اللي هو قطار الطلقه والرصاصه يسمونه. هذا يوديك بين المدن مو داخل المنطقه. يعني انت لما تحجز من طوكيو لكيوتو او من كيوتو لاوساكا تاخذ الشينكانسن اللي هو قطار الطلقه. بس انت داخل المدينه تاخذ الجي ار اللي هو فوق الارض او تاخذ اندر جراوند. فلا تتلخبط تحاول ان انت تاخذ قطار جي ار عشان تروح مدينه ثانيه لانه راح يوقف فيك 100 محطه علشان انت توصل. بدال تكون رحله ساعتين راح تصير 17 ساعه. فاخذ الشينكانسن اللي هو الطريق الطلقه اللي يوديك بين المدن راح تكون الرحله قصيرة يعني من طوكيو لأوساكا تقريبا ساعتين ساعتين ونص بس. انزين الحين بدام يبنى هالموضوع هذا بعطيك ثلاث مدن عرفت شلون وتعطيني شغلات لو كان كنت مثلا بقعد اسبوعين وهذا طبيت طوكيو شنو الشغلات عطني ثلاث اربع شغلات اسويها الاماكن يعني تزورها. يعني اعتقد انه لازم تزور برج طوكيو يعني احس انه معلم اساسي. تزور المناطق اللي هي على حسب اهتمامك. عندك اكيهابارا للتكنولوجيا والانمي والجيمز وعندك جينزا للماركات العالميه شيبويا الشغلات الشبابيه وعندك بعد مثلا تقدر تزور اوديبا اللي هي مدينه جزيره اصطناعيه سووها كانت مدينه مستقبليه وتغيرت صارت سياحيه. هذه بالنسبه لطوكيو. طلعت من طوكيو رحت اوساكا. اوساكا تقدر تروح ديتومبوري اللي هو منطقه السياحه ومنطقة اسمها نامبا وعندك يونيفرسال ستوديو. هذه أهم الأماكن اللي أوساكا تقدر تروح لها كيعني سائح. في بعد عندهم قلعة أوساكا بعد يعني إذا أنت عندك وقت تزور الأماكن التاريخية في أوساكا. أخذت قطاري بعدين رحت كيوتو. كيوتو أهم شيء إنك تروح شيء اسمه جيون اللي هو المنطقة تقاطع الجيشة والساموراي والأماكن التراثية هذه عندهم. فاعتقد ان هذا اهم منطقه عندهم في كيوتو. وايضا في شيء اسمه توي ستوديو اللي هو في اماكن يعني تراثيه وبيت الرعب موجود فيه. هذا عفوا وين في كيوتو بعد. طلعنا من كيوتو رحنا كوبي. كوبي هي تعتبر ميناء فيعني يمكن المجمعات اللي حول الميناء يمكن هذه ما انصح ان تروح كوبي اذا كانت اول رحله لك.
لانه يعني منطقه ضيق الخلق. لا مو ضيق الخلق كثر ما هي يعني انا ما اذكرني زرتها سياحه، دائما كنت ازورها يعني زياره احد او دعوه او شيء. فمن عندنا هني يعني احس ان هي كوبي، يمكن اذا تحب المناطق البحريه عندهم كمينا. بعد كوبي بعد كوبي الحين انا قلت تقريبا اللي بوجهه نظري اشوفهم مدن كبيره. شنو المدن اللي تنصح فيها؟ هيروشيما تزور المتحف السلام وقبلة الذرية، كيعني حادثة تاريخية حلوة تثقيفية حقك حلوة. أيضا في عندهم مدينة في الشمال اسمها سينداي، بعد إذا كانت الأجواء باردة وحابة تشوف ثلج بس ما تبي تبعد عن طوكيو. أي. يعني رحلتك قصيرة، مو درجة إنك تسافر منطقة بعيدة، تقدر تروح سينداي تقدر تشوف فيها الثلوج والأمور هذه، راح تكون جيدة يعني. وإذا أبي مكان يعني ما يروحون عادة السياح وين تنصح؟ أمانة القرى اللي خارج طوكيو، مثلا عندك في أوهارا مثلا تقدر تروح، كانزاوا مو كثير فيها سياح بس حلوة، في عندك ياماغاتا هم هذه مناطق سياحية تكون فيها مسألة الينابيع الساخنة وعندهم الأمور العلاجية والطبيعية هذه تكون عندهم أكثر، فأكثر من تكون سياحية مثل أوساكا وكيوتو وطوكيو، هذين أكثر ثلاث مدن يمرون عليهم السياح. سمعت وايد عن الأمانة باليابان، حتى في موقف صار لي أن ناس يمر الكرت الفندق مع تقريبا مبلغ يمكن ما يعدي العشرين دينار الشخص. المطعم هذا بعيد عن الفندق يمكن تقريبا ثلث ساعة لكي تواصلني. فهل هذا التصرف يعني هالأمانة هذه هل توقع نادرة ولا لا؟ هي ظاهرة في اليابان بشكل كبير، ما راح أقول 100% بس راح تلاحظها بشكل كامل يعني باليابان. مسألة الأمانة عندهم من ناحية حتى أنت تشعر بالأمان من ناحية عندهم طريقة غريبة في حجز المقاعد مثلا في الكافيهات والمطاعم، ممكن تحط تلفونك وتروح. فيعتبر أن هذا مكان حجز، ما نخاف على التلفون. حتى مثلا النساء يحطون جنطتهم أنها محجوزة هذه الطاولة، هذه مسألة أنه من ناحية الأمان. من ناحية الأمانة إذا ضاع منك شيء يعني في حكمة تقول لك ما في شيء يضيع باليابان، لا بس يضيع شغلات باليابان. لا تصدق أي لا تضيع أشياء باليابان يعني ضاعت منها أشياء، بس أن الأغلب أن أنت تحصل اللي يضيع، سواء تلقى شخص لقى حط عند الكوبان اللي هو مركز الشرطة المصغر أكثر من المخفر. وأيضا صارت يمكن في مفهوم عندهم اليابان، يعني أنا أذكر في مرة سكنت في سكن، فلما كنت أطلع كنت أشوف شمسية مظلة محطوطة يعني على شبة، في أحد يبدو أنه ناسيها. أول يوم، ثاني يوم موجودة، ثالث يوم موجودة، رابع يوم موجودة، خامس يوم موجودة. فسألت صاحبي الياباني فقلت له ليش ما في أحد خذاها؟ فقال لنا مو ملكنا ليش ناخذها يعني. قلت له بس متوفرة. فحاول يوصل لي هذه الفكرة، فقال لي انتوا عندكم في يعني في الدول اللي عايشينها في عندكم اضاءة في شبات الشوارع صحيح؟ قلت له اي. قال ليش ما فكرت انك يعني تاخذ الليت وتاخذه حقك يعني؟ قلت له ما فكرت لان هذا حق الشارع. قال لي هذا مو حقي، هذا حق شخص ثاني، ليش اخذه انا؟ فالفكرة مالتهم من ناحية الامانة اللي موجودة يعني، قال لي ان الشيء الواحد اللي ممكن احنا نلجأ ناخذه اذا كان بوك يعني محفظة شخص، لان احنا نشعر ان فيها نوع من الامانة انا لازم اوديها، لأن فيها بطاقات قطارات وهويات شخصية فناخذها. أما أي شيء ملقى في اليابان تأكد أنه راح تلقاه يوم يومين ثلاثة أربعة، وممكن تجرب يعني أنت حط لك مثلا شمسية أو حط لك شيء وشو بعد كم يوم يعني. ما أقول لك أن 100% عشان ما يشرهون علي يحطون شيء ثمين، لا تحطون شيء ثمين، بس كنوع من التجربة تلقى أنه شيء يعني بشكل غالب مجتمع يعني عنده أمانة. لشخص يسافر اليابان من 2007 شنو أكثر شيء للحين أصدمك؟ أو خلينا نقول قيم رحلتك من 2007 للحين مع الثقافة اليابانية. أعتقد أن كل مرة أسافر اليابان أكتشف أني أنا ما اكتشفت كثر ما كنت أنا أعتقد. يعني ممكن أنا الواحد يتصور أن سعد قاعد يسافر اليابان أكثر فهو عارف الثقافة اليابانية. التغلغل داخل ثقافة أحيانا إحنا حتى ثقافتنا بنفسها نحس أن إحنا مو عارفينها 100%. في أشياء قديمة، في شغلات مو وصلت لنا صح، في أشياء احنا ما نفهمها بطريقه صحيحه. اليابان ثقافه مختلفه، كل مره انت تروح تكتشف، مره تكون رحله عن المدارس تكتشف التعليم، مره تروح تكون عن الريف تكتشف الحياه البسيطه الريفيه في اليابان، الافكار موجوده. احيانا تدخل الى مساله العمل والمصانع والتكنولوجيا، شلون العمليه الوظيفيه عندهم، مساله التصنيف الوظيفي، المعايير الموجوده، يكون عندك نظره. مساله المواصلات، اهتمام في المواطن، المزايا اللي تعطى للمواطن عندهم، مساله
المبادرات اللي تطلع من المجتمع للحكومة ومن الحكومة للمجتمع أساسا، يعني عملية تبادلية بين الاثنين. يعني إحنا مو دائما نقول مثلا الحكومة لازم تسوي لنا، الحكومة لازم تسوي لنا، في أشياء أنت لازم تسويها حق روحك، يعني تسويها حق جيرانك، تسويها حق مجتمعك، تسويها حق نفسك قبل لا تسوي. مو كل شيء متراكم على جهة معينة لازم هي اللي تسوي. فأعتقد إن كل مرة تتغلغل داخل زيادة تشوف أنت المفاهيم مختلفة، يعني الثقافة المختلفة، العقل المختلف. يعني عندك. نقدر نقول إن اليابان هي الفرد والفرد هي اليابان. يعني بالضبط، هم يعني عندهم منظور إن أنت ضمن مجموعة ما تقدر تنفصل منها، فأنت مطلوب عليك واجبات ولك حقوق أيضا. فأنت مثل ما تعطي لازم تأخذ، مثل ما أنت تأخذ لازم تعطي، ما تصير شخص مجرد تأخذ ولا تكون شخص خطأ إنك مجرد تعطي. بتكون في موازنة في الموضوع عندهم. فهذا الشيء يعني خلاني أكثر يعني أتحمس أكثر كل ما أسافر اليابان، أرجع أقول مرة الثانية راح أكتشف شغلات أكثر. وتحس نوعا ما بالألفة، يعني أنا سعيد إني أنا عرفت إني يعني أوجدت المكان اللي أنا يعني يجذبني، فأحس بالسعادة لما أروح. وسعادتي أكبر لما بلشت أنقل هذه الثقافة وأحاول أغير. يمكن في مبادرات بسيطة، بس إن لما تشوف أنت قاعد تبادر التغيير وفي الناس زادوا وقام يحبون ينتقلون، فهذا أعتبر إن أنا يعني نقدر نقول يعني. لقيت وادي الأمان مالك وإنك صح؟ أي أكيد وجدته كامل يعني في كل شخصياته. يعطيك العافية. تبي تسمع مني ولا مسج جاكس عشان تسوي بودكاست ناجح؟ ابوه كان يشتغل سايق في على عربانه مالت الجيش، وصدف انه تعور ومات وطح. كان ذاك الساعة محظوظ بين ربعه انه اشتغل بالجيش الكويتي. هذا اليوم تيجي تحاسب. اسمح لي، هذا تقليل من تضحيات ناس. يعني لا يحاسبني، اسمح لي لا يحاسبني.